القرية انا هعمل ايه؟ تخيل ان انا هقعد اقول لك كل الكلام اللي عندك وتسيب، انا كده محتاج اسبوعين عشان ارجع تاني خالص. انا جاي لك النهارده علشان خاطر اولا احط معاك التيم كله بتاع القرية. ايه القرية؟ مواضيع ايه؟ ده اللي انت لازم تعمله اصلا من الموضوع ده. انا وانا عايزك القرية بص، لان القرية كله اللي هو نص الكتاب المرعب العجيب ده عباره عن ثلاث مواضيع. اول حاجه قرية الرزق، سواء الكتريكال او كونتاكتيفيتي، كل دي اسمها خطوات القلب. وبعدين قرية السايكل، وبعدين قرية الرزق. هم دول ثلاث مواضيع، وده القرية بتاعك. بس دي طبعا مش بتاعك معاك. تمام؟ طيب، همسك اول موضوع قرية الرزق. الاقيها يا باشا هي مقسومه حاجتين، حاجه اسمها الكتريكال الرزق، وبعدين حاجه اسمها كونتاكتيفيتي. وانا في الالكتريكال بيزنس دايما بتتكلم على ثلاث حاجات، كان الموضوع بيتقسم ومهم قوي ان انت تقسم دماغك كده. على فكره ده بيت التكييف، يعني انت لما تقسم دماغك التقسيمه ديت هتسهل على نفسك حاجات كتير قوي في المذاكره. القرار الثاني يا احمد معلش، القرار الثاني هو بيزنس وبعدين القرار الثاني وبعدين الكارديو لازم تقول الاولاني ايه الحته الاولاني بما فيه حاجه تغير بما فيه اي كارديو بيزنس. دول عباره عن ايه؟ دول عباره عن الكتريكال وميكانيكال. الميكانيكال دي هي الكونتاكتيفيتي، طب والالكتريكال ثلاث حاجات واوتوماتيكتي مع الريزمنت وكونتاكت والقرية كله. اول حاجه والقرية كان بعتبر لي برانش جاي في سؤالات طبعا لازم جاي في ام سي كيو كتير بيتبنفت بالشفوي 100%. الله ده صغير مش ضغط ومش متعب، ولو انت قعدت مركز فيه تاخد عشان احنا كنت عليه، ولو انت عارف ان انت فيها هتكتشف ان الموضوع مش صح. فلو سمحت الكارديا غير الباسكولار، الكارديا ده البرانش بتاعك، الاسبيريشن البرانش بتاعك، الباسكولار يعني مش بتاعك انت، ده بتاع القدر الاكبر يعني. طيب انا بقى هبدا اكلمك الاول على الكارديا الصغر. وقلت ان انا اقسمهم الى الكتريكال وميكانيكال. يعني ايه الكتريكال دول؟ اتفقنا قبل كده ان اي عضله يا دكتور فيها حاجتين، فيها كهرباء فيها ميكانيك. المروحه ديت عشان تدرس لازم ادخلها الكهرباء، قوم تدرس. هو ده القلب، القلب نفس الكلام لازم تدخله كهرباء عشان القلب يبدا يكون سهل. والكارديو فاسكولار دوت سالب حدوته، يعني انا هبدا ادخل في القلب كهرباء، يوم القلب كونتراكت، يوم القلب يبدا يضخ الدم، انا كده خلصت شغل القلب. يقوم الدم طالع ماشي في الفيزيك فيعدي في الشرايين يعمل الارتيريال بلاد بريشر ويوصل للكابيلاريز فيعمل الاكستشينج، وبعدين يبدا يرجع لك في الفينز. هو دوت الفينس سيركيليشن، فهي حاجات متتابعه ورا بعض. انا النهارده بكلمك عن القلب. تاني انا بتكلم على الكهرباء الاول. ايه الكهرباء؟ حضرتك عارف ان الترم الاول الناس اللي مذاكره الترم الاول انا كنت بفكر اعمل نيرف والمصل قبل الكونتراكشن علشان كده قبل الكارديك، بس يلا عشان الترتيب بقى. الناس اللي مذاكره الترم الاول عارفه ان كل نسيج حي هو بالضروره اكسايتابل. يعني ايه اكسايتابل يا عبد المطلب؟ يعني قابل للاستثاره، يعني زي ما محمد بيقول بيستجيب. يعني ايه عبد الرحمن بيستجيب؟ يعني لما حضرتك تعمل له ستيمولس يرد عليك. لو احمد سلحان وانا قلت له يا احمد قال لي نعم، ولو احمد نايم وقلت له يا احمد يقول لي نعم برضه. اي نسيج حي طالما انه حي اذا هيستجيب. اكيد ان القلب نسيج حي، اذا القلب اكسايتابل. يعني ايه اكسايتابل يا دكتور؟ يعني ايه بول تو ريسبوند تو اكتيفز. كويس، خليني بقى قبل ما اخش عليك معاك على الموضوع دوت
افكرك بس ان القلب بتاعنا العضلات فيه نوعين. طبعا القلب اثنين اتريا واثنين فنتريا. في عضلات الدكتور تقريبا كل الغرض النورمال ماسل فايبر اللي احنا بنختصر عشان تهمنا اكثر ثقه في نوع ايه الفنتريكولار ماسل فايبر. كل القلب ده من النوع العادي عضلات كارديك وانت انت خدتها في الدكتور. لكن كمان انا عندي نسيج مميز. عندي نسيج مميز. ايه النسيج المميز دوت يا فاضل؟ تقولي لي ده السايتات اللي كونداكت السيشن بيبدا بعقده في البوستيريور وول بتاع الرايت اتريا اسمها الاس اي نود، وعقده ثانيه ما بين الاتريا والفنتركل اسمها الاي في نود، وتنزل البندل بتاع عمك هيت في الاسم فرعين، ومن كل فرع يطلع شويه بروتين جي. اللي انا بقوله في الاول ده مش تضييع وقت. هو يا لا ما حدش هيجي يقول لك هو القلب دي انواع الفايبرز والكلام ده، بس لو انت ما حطيتش في دماغك الكلام ده من الاول هتعاني. قلت لك مهم قوي ان انت تبقى مقسم دماغك من قبل ما تخش في المذاكره. القلب فيه نوعين من العضلات. النوع الاغلب اللي هو اصلا لو الله سبحانه وتعالى خلقه علشان يكون فلات لحظه وهو من القلب احمر. طيب في طريق واحد مختلف شويه. طيب مختلف الاسود ده اسمه الاكسايتاتوري كونداكتيف سيستم. ثم الناس اللي عندها ضمير تقول لي واضح ان الاسود اكسايتاتوري كونداكتيف. يعني هو اللي هيبدا الاشاره، هو اللي هيبدا يعمل اكسايتيشن وينقل الاشاره يعمل كونداكشن. يقوم الاحمر يستجيب يعمل اكسايتابيلتي كده انت خلصت الكهرباء. يقوم القلب كونداكتيف. انا اول ما ابدا اقول الكلام اللي عليه حجم الصوره عليك، لان عارف ان انت المفروض مذاكر ومش جاي النهارده لسه عشان تسمع الكلام اول مره. بس انا في التقسيم اللي في الاول ده انا مهتم قوي اني اركز معاك عشان لو انت مش حاطه في بالك تحطه فين. القلب نوعين من الفايبرز باحمر وين؟ الاحمر العادي والاسود هو الاكسايتاتوري كونداكتور. الاكسايتاتوري كونداكتور اللي قدام يبقى اكسايتاتوري بيبدا هو البيت مين؟ كونداكتور بينقل يبقى نفس الاشاره هو نفس النتيجه الاسود. وبعدين توصل بقى الاشاره للنتيجه الاحمر فيبدا يرد عليها. يعني الاحمر ده هو اللي اكسايتابل. طب انا هبدا اكلمكم بقى الاول شويه عن النسيج الاسود. معلش حد من التانيين النهارده كنت احط اماكن كتير اقول له ان في اثنين اثريا واثنين فنتركل وما بين اللفت اثريا واللفت فنتركل في صمام اسمه مايكل، وما بين اللايت اثريا واللايت فنتركل في صمام اسمه السايكابل. حد من التانيين اقول له ان الفنتركل بيضخ ضغط عالي فهو بيشرب بامب ومزور كان شويه. التانيين يا دكتور قول لك الكلام ده. يعني طب تعالى نتكلم عن النتيجه الاسود. ايه النتيجه الاسود؟ النتيجه الاسود دوت هو اكسبيرمنتال كونداكتر. طيب النتيجه الاسود دوت يقدر يبدا الاشاره. شايف البوز كده؟ يقدر يبدا الاشاره. يعني ايه يبدا الاشاره؟ انت كل مشكلتك ان انت عايز تشغل النتيجه الاحمر. النتيجه الاحمر اكسايتابل. يعني ايه اكسايتابل؟ قال لك يعني لو اديته اشاره هيرد عليك. طب مين الاشاره اصلا؟ في السكريبتال مصر انت عارف الاشاره بتجيله على عصب، لكن القلب مش محتاج عصب. القلب عنده نسيج يقدر يطلع له اشاره. ازاي يقدر يطلع له اشاره؟ علشان النسيج المميز ده بيعمل اكشن بوتنشال لوحده. بيعمل ايه دكتور؟ اكشن بوتنشال لوحده. يعني ايه اكشن بوتنشال لوحده؟ قال لك يعني هو كده تمن لك لو في نهايه الريبولايزيشن اللي فات يقوم بادئ لوحده كده طالع وبعدين يعمل ديبولايزيشن وبعدين يقوم راجع تاني عامل ريبولايزيشن وبعدين لوحده يطلع تاني وهكذا. ركز بقى عشان انا بدات اقول لك الكلام بتاع الامتحان واللي دوت بيسالك عليه. دي اول حاجه احنا بنبدا نسالك عليها هي البيت ميكر اكشن بوتنشال. ايه هو البيت ميكر اكشن بوتنشال دكتور؟ ده الاكشن بوتنشال اللي في النتيجه المميزه. النتيجه المميزه دي لانه يقدر يبدا الاشاره. الاشاره هي ايه؟ الاشاره هي اكشن بوتنشال. بس هو يقدر يعمل اكشن بوتنشال لوحده. يعني ايه؟ يعني الكلام دوت ما حصلش بسبب حاجه.
فحصل كده لله بالله. عشان كده اسمه بيت مينكل صانع الالعاب. طيب مين اللي يقدر يعمل الاكشن بوتنشال ده؟ قول لي النتيجه اللي اسمه بقالنا كتير مني. بقالنا كتير مقابلناش فينا بعض. ايه صح ولا بعد مني عمل احكي لك كل ده ولك والقلب وفي نتيجين ولا في ناس اول مره اشوفها مفيش داعي تخون رد عليا اتعودت عليها. في ناس معايا من زمان كده هم يخلصنا البيت ميكر. بيس ميكر اكشن بوتنشال بيحصل في نتيج مميز اسمه اسمه ايه؟ يعني اكشن بوتنشال ده اسمه الاكشن بوتنشال فين؟ بيس ميكر. فين؟ في البيس ميكر. فين؟ في البيس ميكر. ايه هو الاكسيتاتوري كوندكتيف تيشو؟ كذا حته لكن اهم ثلاث حتت. اول حاجه وبعدين وبعدين الكينجي فايبر. طبعا في النص البندل بتاعك عمنا الكل دوت يا بشاير يقدر يعمل الاكشن بوتنشال ده. طب السؤال بقى ده حصل هو ازاي ده حصل يعني؟ خلينا نبدا من هنا. خلينا نبدا من اول ما انتهى هذا الاكشن بوتنشال اللي فات. قال لك البدايه بتبقى بطيار غريب طيار عجيب بيبدا عند السالب 60 ملي فولت. عند كام؟ ويبدا يحصل. قال لك يبدا يفتح بوابات للصوديوم لوحدها. حد من التانيين النهارده اقول له ان كل الخلايا عليها من جوه شحنات سالبه وبره شحنات مجبده. جيد قوي. او حد من التانيين النهارده اقول له ان الصوديوم بره كتير والبوتاسيوم جوه كتير فلو فتح البوابات الصوديوم بيخش لو فتح البوابات البوتاسيوم البوتاسيوم بيخرج. حد مستني الكلام ده؟ قلت خلاص. يعني انا قلت مستني انا قلت قلت لك فالبدايه بتاعت الحدوته ايه؟ اني هبدا افتح بوابات للصوت. طبعا لازم المنظمه تمشي في الخلطه. انا كلمت لازم المنظمه تمشي في الخلطه. هو ولا لازم المنظمه تمشي في اي حته هنقوله في النظر لكن هو هو لازم المنظمه تمشي. انا بعلق عليه في الاخر اللي يمني عشان ما تمشيش. انا هعمل ايه يا دكتور؟ انا اول حاجه عند السالب 60 ملي فولت هيفتح بوابات للصوديوم. يوم الصوديوم يعني يخش الصوديوم عليه شحنه موجبه هيبدا يخش على النيجاتيف اللي جوه فتبدا النيجاتيف تقل لغايه ما اوصل يا احمد عند السالب 50. عند السالب 50 انا لسه في نفس المرحله العجيبه اللي طالعه لوحدها قامت فاتحه بوابات كمان للكالسيوم. فبدا الكالسيوم هو كمان يخش لان الكالسيوم هو الغذاء. ركز واصحى. معلش احمد بقى انا بك يا باشا نوفق في رمضان بس عايز اقول لك نفس ما نطق في المذاكره. انا فاتت في المذاكره انا عايز الكلام بعين. طب اي احاسيس سلبيه واقع عايز اطلعها على ناس طيبه لسه عندي فورة هتتفكر ايه؟ كان في حد وقفني قبل الامتحان لسه طلعت ده ابقى كده لو قلت بره بس احنا ما بنتكلمش. كل حاجه مش اي حاجه عشان تخرج. معقول كده يا رجاله؟ مش فاهم انت قوي.
بس لو انت عايز تعدي اعمل الكلام ده ماشي. ماشي ده بننصح ايه انا في اول مرحلة اللي هسميها معاكم زي بوتنشل. ليه هسميها زي بوتنشل؟ لان ده الاكشن بوتنشل. فانا هسمي دي زي بوتنشل. يعني ايه زي بوتنشل اللي حصل؟ يعني الحتة اللي قبل الاكشن بوتنشل. هاي طيب اهم كلمة في الموضوع ان الزي بوتنشل دوت سببه حاجتين يا عم الكاتب. عند سالف تيم فتح طيار دخل ايه؟ صوديوم. دخل ايه؟ صوديوم. وعند سالف 50 فتح بوابات او طيار دخل ايه؟ هو ده سبب الزي بوتنشل. واحد دخول الصوديوم عند سالف 60 وبعدين دخول الكالسيوم عند سالف 50. الثالث كتير ودخول الصوديوم ده طيار في منتهى الأهمية اسمه الفاني كارنت. فاني ليه فاني؟ لأنه غريب فتح لوحده حتى لو ده شيء مش طبيعي في التيار ده اسمه الفاني كارنت. والحقيقة هو دي سبب تاني بس ما علينا منه لأنه شكل كتير. طب يبقى بداية الفيلم كله بتقول الفاني كارنت الفتح عند كام؟ فتح عند كام؟ ثالث كتير. وقام دخل ايه؟ صوديوم. عند الثالث 50 فتح البوابات الثانية كذا كذا مين؟ كذا. فوصلت ربنا وفقني وصلت إلى السالب 40. السالب 40 دي فايرنج ليفل. قال فتح الصوت بوابات كالسيوم تاني. فتقول لي اه ما انت قلت اللي فتحت عند الثالث 50. اقول لك لا. خد بالك اللي فتحوا عند السالب 50 في الحته الاولانيه بتاعت الزيت بوتنشال يهبط دول اسمهم ترانزيانت. طب واللي فتحوا عند السالب 40 وعملوا الديبولاريزيشن فعلا دي لا دول اسمهم اللونج لاستنج. اسمهم ايه؟ لونج لاستنج. عندك كام نوع من الكالسيوم شانلز في البيس ميكر؟ اثنين. الاولاني في الحته الاولانيه اسمها انا ما وبعدين بتوع الديبولاريزيشن اسمهم الاثنين كان فتحوا عند كام؟ كان اهميتهم ان هم يوصلوني لكام؟ عشان عند السالب 40 بيفتح بقى الثانيه اللي اسمها فهتعمل لي حاجه اسمها ديبولاريزيشن ويفتحوا ويوصلوني لحد فوق لحد ما اوصل الى الموجه ب 10. وعند الموجه ب 10 تبدا الجلسه بتشنج ديت تفتح ويفتح بوابات تانية خالص بتاعة البوتاسيوم. بتاعة مين يا مشايخ؟ البوتاسيوم. وخليك فاكرة ان البوتاسيوم جوه كتير فلما يتفتح له بوابة هيبدأ يطلع بره. خد بالك معنى ان البوتاسيوم بيطلع بره موجب بيطلع بره يبقى النيجاتيفيتي جوه بيزيد يبقى انا رجعت تاني اعمل ديبولاريزيشن. وابدا اعمل ديبولاريزيشن يا عم الكلام لحد ما ارجع تاني الى عند سالب 60 يفتح سوري اول حاجه تقفل البوتاسيوم شانل ويفتح الفاني كارنت يفتح مين؟ اللي هو بيدخل. وعند سالب 50 يفتح كالسيوم شانل اللي نوعها ترينج وصلني لكام؟ سالب 40 فيفتح كالسيوم شانل اللي نوعها رونج هتعمل لي ديبولاريزيشن توصلني لموجب 10 تقفل كالسيوم شانل ويفتح البوتاسيوم شانل. بعد اسمكم البوتاسيوم شانل ديت فيها اسمها الاوت وولز ديفاين اسمها ايه؟ اوت وولز ديفاين هي اسمها كده سيبك من اسمها دلوقتي هنعلق على الاسامي كلها بعد شويه. احنا من الاخر يا طفل اكشن بوتاسيوم بتاعك اللي هو اساس الحياه. وليه اساس الحياه؟ لان دوت الهيكل القلب كله يشتغل عشان بيحصل لوحده عباره عن ثلاث حاجات
حته ما قبل البوتنشال وبعدين حته الديبولايزيشن وبعدين حته الريبولايزيشن. حد عنده مشكله في ثلاث حته وارقامهم؟ ادي كلام سهل حلو. انا عايز افكر ثاني اهو ان الاكشن بوتنشال بتاع الجسميكا دوت ممكن يحصل في اي واحده من الثلاثه. يعني الثلاثه يقدروا يبداوا الالعاب بس بمعدلات مختلفه. يعني الاس بي نود تقدر تشتغل من 90 ل 105 والاي بي نود تقدر تشتغل من 40 ل 60 والبركنجي تقدر تشتغل من 15 ل 40 انا بقول تقدر لان في الاخر الملك مش هيبقى ليها غير رايس واحد. ما ينفعش يبقى فيه كذا صانع على العاب. ما ينفعش يبقى عندك كذا باسمين. هو باسمين كالواحد. فبختار مين؟ اكيد اختار اعلاهم في الاداء. انت راجل مدرب كوره وعندك فرقه، مين صانع الالعاب بتاعك؟ اعلاهم اداء محمد ابو خير. طبعا يبقى انا لما اجي احدد الفيس ميكر بتاعي هاخد الاعلى في الاداء اللي هو هيطلع مين؟ الاس اينو. من هو الفيس ميكر بقول؟ الاس اينو. قال لا ما بيبقين ينفعوا يشتغلوا ينفعوا. طب بيشتغلوا؟ لا. ليه؟ لان الاس اينو بيلحقهم كل ما يجوا يبداوا يلاقوا الشهر اكتر جايينهم. فاهم؟ فاهم ليه دي هي البيت ميكر خالص؟ طيب ايه الفاكتورز اللي ممكن تاثر على المعدل؟ لو الدكتور دي عندها ضروس فهي بدات تفهم دلوقتي ان الاكشن بوتنشال طبعا هي بتفهم من قبل كده يعني هي بدات تفهم ان الاكشن بوتنشال ده هو المسؤول عن عدد ضربات القلب. ليه؟ لان كل الشاره من دول هيعقبها الشاره في القلب كله هيعقبها ضربه قلب. يعني لو دوت بقى اطلع ضربات القلب هتزيد تعمل لك تاكي كارديا يعني. ولو دوت بقى اطلع ضربات القلب هتقل فتعمل لك بلادي كارديا. طيب ايه الفاكتورز اللي ممكن تاثر في الاكشن بوتنشال بتاع الهارت؟ وده اللي انا عايز اقوله بقى. فتقول طبعا رقم واحد الاوتونوميك لايف اكتر. والاوتونوميك ده اكيد انت هقول لك بعد شويه بس انت حوت كبير وعارف انه سمباتاتيك مبارك والسمباتاتيك بيشتغل على ريسبتورز مميزه اسمها البيتا 1 ريسبتورز وبيتا الناس اللي عندها ضمير عارفين ان البيتا 1 بتزود حاجه اسمها سايكليك اي ام بي. هنقول الكلام ده بعد شويه بس انت اكيد عارف السمباتاتيك بيأثر على القلب من خلال تأثيره على ريسبتور اسمه بيتا 1 بيزود مركبات السايكليك اي ام بي. طب هو السايكليك اي ام بي ده بيعمل ايه يعني؟ السايكليك اي ام بي ده بيعمل حاجات مهمة قوي. أول حاجة بيخلي الكانسر تشانل تو مين تفتح بس لور ثريش هولد فور الكانسر. يعني يعني بدل ما الكالسيوم الشامل كانت هتفتح اللي هي بوند لاستنج كانت هتستنى لحد السنه 40 هتفتح عند السنه 45 تبدا تفتح من هنا. ادي اول حاجه. ثاني حاجه هيزود الكوندكتنس بتاع الكالسيوم. ده لما بيزيد السايكل كان بيقول ثالث حاجه بيزود الفاني كالرز يعني يخلي الصوديوم يخش اسهل فلما الصوديوم يخش اسهل يخش اسرع فيبدا السلوب ده. يعني ايه سلوب؟ يعني الميل ده يبدا الصوديوم يخش اسرع فيبدا ده يحصل اسرع يفتح الكالسيوم عشان انت اسرع وتخش الكالسيوم بسرعه اكبر ونقفل اسرع ونرجع تاني. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان السمباثاتيك بشغله على البيتا 1 ريسبتور بيزود الهارت يعني التكتيكال. ليه يا اسلام؟ لانه هيعمل ثلاث حاجات. هيزود الفاني كالرز فهيزود التوك وهيقلل الثريشولد اللي بتفتح عندها الكالسيوم شانل بتاع بعد شويه ويزود الكوندكتنس بتاع الكالسيوم شانل يعني يخش الكالسيوم اكثر واكثر فيزيد التوك فيبدا الاكشن بوتنشال تصبح اكثر. طب معلش يا يومنا تفتكر البارا يعمل ايه؟ البارا بيشتغل على حاجه اسمها ماسكلينيك ريسبتورز
فبيقلل السايكليك اي ام بي. حد يقدر يتوقع ايه اللي هيحصل؟ العكس بقى، اكيد السوم هيقل، اكيد الكونداكتنس يقل، اكيد الريجن تبقى اعلى، وبالتالي اكيد الغلط يصبح اقل. بعد اذنك يا دكتور معلش، في الحته دي عندك مكتوبه، هو كمان بيفتح بوابات اسمها الاسيتايل كولين بوتاسيوم شانل. خد بالك عم طالب، اكيد بيقلل الالت ريت، بس ازاي؟ لما يقلل السايكليك اي ام بي يعمل عكس الثلاثه دول. ومعاها كمان هيفتح بوابات البوتاسيوم المخصوصه اللي اسمها اسيتايل كولين بوتاسيوم شانل. معلش لو مش عارف تفتكر ديا مش مهم يعني عديها، تبقى راحه بقى. لكن الاوتونوميك بيشتغل ازاي في المسافه الطويله؟ في المسافه طبعا بيزود الهارت ريت ازاي؟ فاني كولون بيقلل الثريشولد بتاعت الكالسيوم ويزود الكونداكتر بتاعها، والبولا بيعمل العكس. حلو. طب انا يا عم احمد لو قلت لك فيك حاجه اسمها كاتيكولامين، تقول لي مقصودك كاتيكولامين دول هم الادرينالين والنور ادرينالين اللي هم اصلا بتوع السمباتيك، اكيد بيعملوا زي السمباتيك. طيب رقم ثلاثة، تقول لي التمبريتشر، انا ابن اخويا الصغير كل ما يسخن ضربات قلبه تبقى سريعة قوي. العلماء بيقولوا ان كل ما درجة الحرارة تعلى درجة مئوية الهارت ريت بيزيد 10 ضربات في الدقيقة. كل ما تسخن ضرب كل ما ضربات قلبك تبقى اسرع 10 ضربات. يعني لو انت الطبيعي بتاعك 70 ودرجة حرارتك بقت 40، هتلاقي ضربات قلبك لوحدها وانت نايم على السرير كده بقت 100. مش عارف تقدر تحط طبيعي كده؟ صح. انا عايز اسال سؤال عشان اشوف الناس صحية ولا صح مني. لو انا اديت حد كانسر شامل بلوكر دواء بيقفل بوابات الكلب، تبتدي بوابات القلب تبقى اصعب ولا اصعب؟ اصعب طبعا، لان معنى كده ان الكلام ده كله هيبقى اصعب. فالكانسر شامل بلوكر الأدوية اللي بتقفل بوابات الكالسيوم بتقلل الهارت ريت، وآخر حاجة آلاء الإفكت في البوتاسيوم. البوتاسيوم علاقته بالهارت ريت عكسية. معلش اعمل كده اللي انت عملته ده هو الافكت البوتاسيوم. يعني علاقه البوتاسيوم بالهارت ريت علاقه عكسيه. البوتاسيوم لما يعلى الهارت ريت يحصل تاكي كارد، والبوتاسيوم لما يقل يحصل تاكي كارد. ليه؟ تقول لي علشان الطول البوتاسيوم بيحب نفسه. يعني ايه البوتاسيوم بيحب نفسه؟ يعني البوتاسيوم بيفتح لنفسه بوابات اسمها البوتاسيوم سنسيتيف تشانل. اسمها ايه؟ ايه يا عم البوتاسيوم سنسيتيف شانل ديت؟ تقول لي يا عبد الرحمن دي بوابات بتفتح لما البوتاسيوم بره يزيد. هو لما البوتاسيوم بوابات تفتح يقوم البوتاسيوم يخرج. خد بالك انت عايز تطلع ده، يعني عايز تدخل موجب. لو فتحت بوابات للبوتاسيوم وبدات تخرج موجب الارض هيقل. اسمع تاني، البوتاسيوم بيعمل ايه؟ البوتاسيوم زيادته تقلل الهارت ريت. ليه؟ لان في بوابات بتاعت البوتاسيوم بتحب تشتغل بالبوتاسيوم، البوتاسيوم بيحب نفسه. لو زاد بره يفتح بوابات فيبدا البوتاسيوم يخرج. انت عايز تعمل ديبولاريزيشن، يعني تدخل موجب وبدا الموجب يخرج غصب عنك، يبقى الديبولاريزيشن بتاعك يصبح اطفى. حد فاهم اللي انا بقوله؟ فاكتورز اللي بتاثر في الهارت ريت كم واحد؟ خمسه. كم واحد؟ خمسه. كم واحد؟ خمسة. أول حاجة
اول حاجه كورتيزون، اول حاجه كورتيزون، اثنين الكولامين، الكولامين. طيب هو ده في الناس يعني بس طيب هو ده بقى اللي عارف بقى احنا ما فيش حاجه اسمها اللي عارف اه بقى دي بوكس انا وكل ما اصرح والاقيك مش مطعطع معايا وما بتردش عليا اوقف لو حكمت انك تقف كل حته واقعد انا اقعد ايوه الدور نعم اه سيبها هي لا سيبها بتاعتها بحثوا ازاي متأثر في العرض زي كم واحد؟ ومقبلة خمسة كم بحثوا؟ طب روح هناك احسن دكتور دكتور هم ستة دكتور بحثوا ازاي متأثر في العرض زي كم واحد؟ واحد؟ واحد اوتونومي اثنين كاتيكولا دي اثنين كاتيكولا دي اثنين كاتيكولا دي ثلاثة أربعة كاتيكولا دي أربعة كاتيكولا دي خمسة في كاتيكولا دي خمسة في كاتيكولا دي انت ما بتقولش عشان تقعد انت بتقول مين لي عشان تحفظ دكتور المفروض هم ستة بس ما هو الاوتونوميك في اثنين في البسطة كبار احنا هنتصل مع بعض انا قلت الاوتونوميك يبقى كده هم ستة الخمسة واحد واحد اوتونومي اثنين ثلاثة تمبريد ثلاثة تمبريد أربعة خمسة خمسة الحمد لله ده مش إذا المفروض إن حضرتك فهمت إن الإشارة هتبدأ بالنتيجة المميز بما يسمى البيس ميكر الاكشن بوتنشال وعرفت الفاكتورز اللي بتاثر فيه وبالتالي بتنعكس على الارضي جميل بس خليني افكرك يا الاء ان النتيج دوت اسمه اكسايتاتوري كوندكتور تقول لي اه بقى بخلص ما يعني هيبدا الاشاره في الاس تي نود وهتمشي بثلاثه انتر نودال باندلز الاشاره بتاعتي اللي هتبدا هنا هتمشي بثلاثه انتر نودال ثلاث حزم ما بين التو نود فتوصل الإشارة للإيرفي نود وتبدأ تنزل في البندل بتاعة عمنا هنا وتمشي على الفرعين وبالتمشي فايبرز والكلام اللي انت عايزه. بس قبل ما أسيب الكلام دوت وأروح بقى للكلام التاني المهم عايز أقول لك إن الكوندكشن في الإيرفي نود بطيء جدا فيري سلو على عكس الكوندكشن في الإيرفي فايبرز السريع جدا فيري رابيد. ليه الكوندكشن في الايفي نود بسيط جدا يا دكتور؟ تقول لي علشان خاطر ان في وقت للاثريوم انه يفضي. يعني القول ما تسرحش الكهرباء هيعقبها كونتراكشن فده الاثريوم وده البنتر. لو انت نقلت الاشاره بسرعه من الاثريوم للبنتر هيجي ده ينقبض وده كمان بينقبض. يبقى عمر الاثريوم ما هيفضي الدم بتاعه في البنتر كله. اهميه الايفي نود الديلي to give time for atrial contraction. أميت الإيفي نود الديلي إيه؟ أميت الإيفي نود الديلي إيه؟ طبعا أنت عارف إن مفيش طريق تاني ما بين الإتريا والفيرتيكال. يعني تقول لي طب ما ممكن تعدي كده أو كده، ما ينفعش كل ده فايبر أوبتيك. الطريق الوحيد ما بين الإتريا والفيرتيكال هو الإيفي نود. طيب. طب الكوندكشن في الإيفي نود فايبر ده سريع ليه؟ تقول لي يا دكتور عشان لو جاب بنزل بتاعنا فانت عايز تضخ الدم بكفايه فلو الحته دي انقبضت بعدين دي بعدين دي الدم هيطلع مش قوي انما لو البنزل كله انقبض مره واحده هيحصل افشنت بامبنج فلما اقول لك ايه اهميه الرابيد كوندكشن في بنزنجي تقول لي تو اتشيف كوردينيتد فنتريكولار كونتراكشن واتشيف ايه؟ يعني مره واحده البنت كله مره واحده اهميه الدم كوندكشن في الكينجي ايه؟ تو اتشيف كوردينيتد فنتريكولار كونتراكشن اهميه الدم كوندكشن في الكينجي اهميه الدم كوندكشن في الكينجي تو اتشيف طب بلاش تو اتشيف كوبريتين في الكلاس اوف تاكس اهميه لابس كوندكشن في الكينجي اهميه لابس كوندكشن في الكينجي انا مش شديد قوي مش شديد قوي بس دي فرصه حلوه وبقول لك ايه اهميه لابس كوندكشن في الكينجي
للبنسكل للبنسكل للميوسايد. طب البنسكل للميوسايد لما نديها الإشارة تبدأ ترد بأنها هي كمان تعمل أكشن بوتنشن. ركز عشان ما تتوهش. أنا ببدأ الإشارة اللي هي عبارة عن أكشن بوتنشن في الإكسايتات الكونداكتيف تيشو أوديها لعضلات القلب علشان تعمل أكشن بوتنشن. يبقى ده هيعمل اللي جاي. اللي جاي هو الاكشن بوتنشال في العضلات العاديه بتاعه القلب. اتفقنا ان جزء من القلب كله عضلات من نوع بس في النص النسيج المميز. النسيج المميز عمل ده وده بدا يمشي. كل واحده من دول بتفضل ماشيه وطول ما هي ماشيه عماله تتحرك علشان تستيميوليت الفايبرز اللي حواليها. الفايبرز اللي حواليها يا عبد الرحمن لما تبقى استيميوليتد هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه اللي هتعمل لك اكشن بوتنشال. كانت ليستنج كانت ايه؟ ليستنج بس ليستنج المراض يعني ليستنج. طب قول هنا لا ما كانش ليستنج كان كل ما تنزل تطلع حد الوقت انما هي المراض ليستنج وستيبل انما دي انستيبل دي قاعده لغايه ما تجيلها الاستيميولس فتكون تعمل كده. ايه ده؟ ده الاكشن بوتنشال بس بالسيكرا المايوسايد. امال ايه ده؟ الاكشن بوتنشال بتاع البيت ميكر. طب الاكشن بوتنشال بتاع الفنتريكولار مايوسايد ماله عامل كده ليه؟ تقول لي يا دكتوره اول حاجه انا ملاحظه ان هناك ستيبل ريستنج من بين بوتنشال. فعلا هي ثابته عند السالب 90 عند كام؟ طيب لغايه ما جات لها الستيمولس دي. ايه الستيمولس دي؟ اشاره الاس اي نون اللي هي اشاره البيت. حلو. فبدا يحصل ايه يعني؟ زمان انت او ان شاء الله يوم السبت حد ما تيجي تشرح الاكشن بوتنشال اللي احنا كلنا حافظينه كنت هتقول ان ده دي بولاريزيشن ودي بولاريزيشن ومن الاخر كده هترجع تاني للبتاع دي فتقول ان دي بولاريزيشن بيفتح بوابات الصوديوم يوم الصوديوم داخل وبعدين دي بولاريزيشن بتفتح بوابات للبوتاسيوم يوم البوتاسيوم داخل. حد مش فاكر الكلام في حد عنده ضمير بس قول يعني ما تكذبش على نفسك حد عنده ما عندوش اصلا ضمير ومش فاهم من الاكشن بوتنشال بتاع الناس عباره عن ايه هو الصوت ده معناه ان انتوا عارفين ولا مش عارفين مش سكوت على ده غلط تاني باختصار
ده الريتنج من بريكو تنسر جوه نيجل وبالله بوزن الصوديوم بالله كتير والبوتاسيوم جوه كتير الاكشن بتنسر عبارة عن ايه؟ الستيمينة في حفظ اول ما بتيجي بتفتح بوابات الصوديوم او الصوديوم الموجب داخل جوه فنفس حالة البولاريتي يبقى دي بولاريتيشن اللي هو ده اللي هو ده تمام؟ وبعدين تتقفل بوابات الصوديوم ويتفتح مكانها بوابات بوتاسيوم خد بالك انا دخلت الصوديوم الموجب جوه يعني جوه بقى موجب فهو ده دي بولاريتيشن مش معقول ناس تكون لسه مش عارفه دي بولاريتيشن بعد كده هفتح بوابات للبوتاسيوم فهخرج الموجب تاني مره فهستعيد النيجاتيفيتي عشان كده اسمها ريبولاريزيشن تمام؟ ده لك يا حضرتك اسمعني حلو يعني من الاخر انت ماشي في الشارع كده قول لنفسك في النص الديبولاريزيشن عباره عن صوديوم ام 1 عباره عن والديبولاريزيشن عبارة عن بوتاسيوم افلاس تمام بوتاسيوم افلاس طب كلام سهل يعني مش هي مش صعب هو ده الاكشن بوتاسيوم في النيرف بس ده ماله ما ده فانا عايز اقول لك ان ده هو لو انت قصيتي الحته دي كده رميتيها وجبتي ده هنا هتلاقي ان طلع بتاع اللي هنا طلع شيل يعني الصوره من الاخر انا عايز اقول لك ان دي بولاريزيشن ده سببه ايه دي خلاص بقى انت عايز تقول ان سببه دخول صوت بقول ليه بولاريزيشن اللي بيحصل ده سببه ايه تقولوا لي سببه خلو البوتاسيوم البوتاسيوم عمال يطلع تقول لي بس من الحته دي طويله شويه ليه كده لا سبحان الله ولا انا عايز اقول لك غزل اللي فوق دي السلام عليكم مش عارف عبد المنطلق يقول لي يا كلام ماشي انا همشي معاك ان الكلام ده قوي كده ايه بقى سبب البتاع دي سبب الحته اللي في النص دي سبب البلاتو ايه هو يعني ايه بلاتو بلاتو يعني مرحله ثبات كهربائي يعني انا كنت عمال انقد النيجاتيف دي بولاريزيشن لما جيت اعمل دي بولاريزيشن استعدت شويه ووقفت وفضلت ثابت بعدين رجعت كملت الدي بولاريزيشن خلاص سبب دخول صوت والدي بولاريزيشن من الاخر سببه ايه؟ الغلو البوتاسيوم امال البتاع اللي في النص ده سببه ايه؟ ايه والله هو انت رسمت ان البوتاسيوم بيخرج يعني في موجب طالع طالما الكهرباء تمتد يبقى اكيد كان في بقى موجب كمان داخل فلما اقول لك سبب البلاتو ايه تقول لي سبب البلاتو يا دكتور بالانس سببه ايه بالانس ما بين البوتاسيوم اللي طالع والكالسيوم اللي داخل يبقى الحته دي اسمها بلاتو سببها كلمه بالانس بالانس ما بين مين ومين يا عم بوتاسيوم طالع وقصاده كالسيوم فتستنتج يا دكتور ان الاكشن بوتنشال العادي اللي هو بتاع البنسيكولا المايوسايد سهل جدا سهل جدا ليه؟ لانه عادي دي بولاريزيشن ودي بولاريزيشن بس المرة دي يا عم احمد الريبولاريزيشن اصبح ثلاث حتت واحد واثنين وثلاثة كويس هو كل ريبولاريزيشن بس الحتة اللي في النص دي سببها بلد يعني البوتاسيوم وهو طالع كان قصاده كالسيوم طب والديبولاريزيشن بعد اذنكم انا هسميه فيز زيرو هسميه ايه؟ طالما ده واحد اثنين ثلاثة يبقى ده زيرو طب انا راجع تاني للريستنج ممبرين بوتنشال يبقى هنسمي الريستنج ممبرين بوتنشال كام؟ يبقى دي ايه؟ أربعة بلس وده كله ريستنج ممبرين بوتنشال فلما حضرتك تبص على على الارقام اللي على اليمين الديبولاريزيشن خد كام؟ زيرو وبعدين الديبولاريزيشن كام حته؟ ثلاثة واحد اثنين ثلاثة وبعدين الريستنج ممبرين بوتنشال كام؟ أربعة
فلما حضرتك تيجي تلقم هنا تقول لي والله الدي بولاريزيشن اللي يزيد والدي بولاريزيشن والحته اللي قبله هديها كام؟ 4. ما هي دي قصاد ريستنج من بلاك وتنسر حتى لو مش سكيل. طب البتاع اللي هناك اللي كان هو الدي بولاريزيشن دي حته واحده اديها واحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ شكل ثلاثه. فلما حضرتك تبص على البيس ميكر اكشن بوتنشال في الكتاب هتلاقينا كاتبين لك ان هو ثلاث حاجات في الزيرو دي بوتنشال في الواحد دي بولاريزيشن في الثلاثه دي بولاريزيشن لا في الاربعه دي بوتنشال في الزيرو دي بولاريزيشن وفي الثلاثه دي بولاريزيشن فين يا عم واحد واثنين؟ بس واحد واثنين دول اصلا مش بتفرق اكشن بوتنشال ما لهمش مقابل عندك الناحيه. طب معلش يعني نجمع كده لو انا جيت اقول لك ايش صح الاكشن بوتنشال بتاع الفنتيكولار مايوسايت والله اما الاستيمولس جت واحنا عند السنه 90 فتح البوابات الصوديوم دخلت الصوديوم لحد ما وصلنا الى الموجب 20 وعند الموجب 20 قفلت بوابات الصوديوم وفتحت بوابات بوتاسيوم وبعدين لغايه ما وصلنا حوالين الصفر عند الزيرو بوتنشال يعني حصل البلاتو اللي هو سببه البلد ما بين الصوديوم اللي خارج والكالسيوم اللي داخل وبعدين قفلت بوابات الكالسيوم واستمر خروج البوتاسيوم فاستمر الريبولاريزيشن. حد مش فاهم حاجه ان انا قلته ده؟ حد مش فاهم حاجه؟ كويس بس انا عايز اقول لك ان مش الثلاثه دول زي بعض. الاولانيه دي اسمها ترينزيانت بوتاسيوم شانل اسمها ايه؟ ترينزيانت ودي اسمها اوت وورد بوتاسيوم تشانل اسمها ايه؟ اوت وورد بوتاسيوم دي زي دي على فكره دي اسمها اوت وورد ودي اسمها اوت وورد ودي اسمها اوت وورد بس الحته الاخيره دي بيشتغل فيها واحده ثانيه اسمها ان وورد. ايه؟ على طول الريبولاريزيشن البوتاسيوم بيطلع بس في اول حته البوتاسيوم بيطلع بالشانل اسمها وفيلد اثنين والاوتبوت الاولاني فيلد اثنين بيطلع بايه؟ اوت وورد بيطلع بايه؟ وفي الثلاثه في الاول وفي الاخر اللي هي الاوتبوت بايه؟ حد عنده مشاكل في الاكشن بوتنشال بتاع الهولد؟ طب انا ممكن اقول حته اخيره خفيفه وجزئه وضحك كده؟ حته اخيره يعني معلش تحمل كتير. احنا قلنا ان البلاتو سببه ان البوتاسيوم اللي خارج بالانسد بكالسيوم داخل يعني موجب خارج وموجب داخل بس ويا المفاجاه الكالسيوم بيقفل خارج. يعني بيقفل مين اللي بيقفل؟ ولسه البلاتو شغال. هو دلوقتي ما ينفعش. اقول له ليه يا عم؟ يقول لي ما هو لو الكالسيوم قفل والبوتاسيوم عمال يطلع يبقى المفروض يحصل ايه؟ ريبولاريزيشن خلاص صح يا عبد الرحمن؟ احنا اتفقنا الكهرباء ثابته ليه؟ كان في بوتاسيوم موجب طالع وكالسيوم موجب داخل انت قفلت ده فالموجب اللي طالع دوت المفروض يخليني اكمل ريبولاريزيشن. اكيد في حاجه ثانيه بتعمل بلد. حاجه ثانيه بتعمل ايه؟ بلد. ايه الحاجه الثانيه ديت؟ قال لك دي بامب اسمها صوديوم كالسيوم اكسشينجر اسمها ودي هتعمل ايه صوديوم كالسيوم اكسشينجر ديت؟ قال لك دي هتجيب ثلاثه صوديوم من اللي بره تدخلهم وتطلع قصادهم واحده كالسيوم. كم موجب طلع؟ اثنين لان الكالسيوم عليه شحنه كبيره. وكم موجب دخل؟ يبقى في موجب داخل ولا لا؟ فدوت بيطول البلاتو. معلش. تمام.
انا عارف الكلام ده وهو لسه سهل. البلاتو هو بقى ما بين موجب خارج وموجب داخل. موجب الخارج دايما البوتاسيوم من الخارج في البلاتو خارج على بوابه اسمها اوت وول ريتفاين اوت وول ريتفاين، لكنه بيبقى بالانس بموجب داخل. الموجب اللي داخل دوت في الجزء الاولاني هو، وفي الجزء الاخير عباره عن شغل سولفر كالسيوم اكسجين. عباره عن شغل مين؟ تمام بقى صعب لسه الدنيا. الكاتب عليه 200 موجب. بتدخل لك 3 صوديوم وتطلع الكاتب. صح اكيد مش عارف تمشي. طب هو موقف كده مش عايز الحمايه. مثلا معلومه بتاعتك ايه؟ بص انا بس بقى بصيت كده في الموضوع عادي. طب الشيخ جاي بالامتحان يعني طلع عليك وتعالى بقى اقعد ازاي اكتب في الامتحان 3 ساعات بقى سؤال بقى ليه فيديو يعني انت بتكتب في الامتحان على الحالات من كده زي ده كويس خلي بالك انت ايه اللي انت جايبه ده ما تكتب فيه مثلا علشان ينزل مصدر فايل انا محتاج ازود الاوبشن تمام. طيب ليه وانت بتكتب لما ايدك تقع انا مش عارف احط باطل المهم يعني ليه بتعمل كده؟ ايه؟ ريديستريبيوشن اوف ليه لما ايدك بتوجعك بتعمل كده؟ هو تقول انت عامل كونتراكشن احد من كاريزمات الفتيج ان انت قطع الدم على العضله. تقول انت عامل كونتراكشن منع الدم انه يخش. لما تعمل ايدك كده تعمل فيها الاستيك فالدم يبدا مش عارف ايه علاقته ايه بالموضوع. المهم خلينا نرجع تاني للكونتراكشن. حلو حلو في الجوش ايه؟ بص هتحبه مش هتحبه يا مش فارقه معايا على فكره. اعمل حاجه عايز اقولها لك انا شرحت لك الاوتوماتيكي يعني ايه اوتوماتيكي؟ يعني قوه القلب انه يبدا اشاره. شرحت لك الكونتكتيف يعني قوه القلب انه ينقل اشاره والاثنين دول على الاكسايتاتوري كونتكتيف. وبعدين شرحت اكسايتابيلتي يعني قوه القلب انه يستجيب للاشاره. تاني حاجه في الاكسايتابيلتي قبل ما اخش بقى على الميكانيكا ان القلب بيمر في حاجه اسمها ريفراكتوري كيرف. بيمر في حاجه اسمها ايه؟ وده عنوان مهم اسمه excitability changes during the action potential. يعني excitability changes يا عبد الرحمن تقول لي هي دي excitability يعني القلب استجاب للستيمولس. هل اثناء الاستجابه يقدر يستجيب تاني؟ يعني كان هو دلوقتي بيعمل action potential اهو ده النقل. لو انا اديته ستيمولس هنا يستجيب. طب هنا يستجيب. طب هنا يستجيب. هنا يستجيب. لا في النزل كان بيمر بمرحلتين. مرحلة اسمها أبسوليوس ومرحلة تانية اسمها أبسوليوس يعني مقاومة مطلقة. يعني مقاومة نسبية. يعني ايه مقاومة مطلقة؟ يعني النزل لن يستجيب مهما كانت قوة التشخيص. طب والريلاتيف يعني النرف ممكن يستجيب بس صعب. صعب بس مش مستحيل. يعني محتاجين ستيمولس اقوى من الطبيعي. سوبر بريشر. يا عم احنا مالنا وما للنرف ما هو نفس الكلام في الحاضر ونفس الحتت بالظبط.
يعني انا هبدا من اول هنا لحد هنا كل ده ابسوليوت ريفلكت ليفل كل اسمين ابسوليوت اسمع يعني ايه ابسوليوت ريفلكت ليفل ريفلكت ات ويتش ذا هول ويل نوت سبوت وات ايفر ذا سنتوم كيتس يعني ايه ابسوليوت ريفلكت ليفل ده احنا عارفها بعض بقى يعني absolute reflective ability is at which the heart will not respond whatever the strength of طب كويس طب بعد ما يخلص ال absolute reflective ability هيبدا يخش في relative reflective ability الحته دي يعني ايه relative reflective ability ability at which the heart can respond but stronger يعني ايه ده بالذات اللي بيدي؟ ايه ده 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 بس هو ده كان جاب يعني الحال بقول له الابسوليوت تراكتيفيتي يعني ايه قول قول واحد اللي انت بتقول يعني ايه تراكتيفيتي وات ايفر يعني ايه بس اتفضل ايه علاقه دوت يعني بال ايه اهميه الكلام ده قال لك اصل الكلام دوت لو انت الصوره بسيطه هتلاقي الابسوليوت ريفلكت ليفل خالص في زيرو واحد واثنين ونص ثلاثة حصل لنا الشطر ما انا لما اجي اعمل الكونتراكشن يا دعاء هلاقي ان الكونتراكشن بيبدا بعد الديبولاريزيشن ويوصل للماكسيمم بتاعه مع نهايه البلاتو ويبدا يعمل ري ريلاكسيشن بعد كده فترة الكونتراكشن مرة ونص قد الاكشن بوتنشال زمن الكونتراكشن قد الاكشن بوتنشال مرة ونص شيء دي نقطة مهمة يعني بس يا لمياء لو ركزت هتلاقي ان الكونتراكشن كله وحتة كمان من الريلاكسيشن تزامنه مع الابسوليوت ريفلكت ليفل ركز واسمع الكونتراكشن كله بتاع القلب وحته كمان من الريلاكسيشن جم في الابسوليوت ريفلكس يعني الابسوليوت ريفلكس يعني القلب ما بيستجبش يعني القلب طول ما هو بيعمل كونتراكشن مش ممكن يستجيب طول ما هو ما استجابش يبقى مش هيعمل كونتراكشن تاني القلب عمره يعمل ما يعرف يعمل كونتراكشن فوق الكونتراكشن اللي موجود عمره ما يعرف يعمل كده ايه ده انا عمال ابعت شوط الكونتراكشن على كونتراكشن على كونتراكشن تتلس القلب ما يعملش كده ابدا ليه لان زمن الابسوليوت ريفلكسبيليت اطول من زمن الكونتراكشن لن يستجيب الهارد الا بعد ما يعمل ريلاكسيشن وخلاص نيفر بتاعك خلاص نيفر بتاعك اخر حته في الريلاكسيشن دي الحته دي بقى جديده اسمها سوبر نورمال بيريود معلش عذرتني تاني كده الابسوليوت الريلاكسيشن بيريود يعني ايه؟ كان ريسبوند تو تو ايه؟ سوبر ريسبوند يعني اقوى من الطبيعي في الحته دي بقى القلب ممكن يستجيب للصب يعني ايه؟ يعني الاستابيليتي بتاعته بقت سهله قوي الحته دي خطر جدا يا عبد المطلب لو حد عمل استيميوليشن للقلب في الحته دي القلب بيخش في فيتا الاريزميا يعني يعني يبدا يستجيب لوحده بقى ويشتغل ويبدا يوديك في حته ممكن تموت الشخص بتاعك السوبر نورمال بيريود هي جزء من الجزء الاخير من الريلاكسيشن ويستجيب القلب فيها حتى للصف شوط
لا الاكسس السول في الهيلز والسكابس دي جزء بعد الهيلز والسكابس دي قبل بدايه الاكشن بوتنشال الجديد تمام قبل الميعاد السيمينوس العادي خد نفسك علشان هنخش على الميكانيك رقم 2 لازم تحل الاسئله بتاعه السنين الاخيره
مقاومها من الناس اللي ما بتحبش تصعب في الريتم خالص. احنا نفسنا في امتحان الريتم بعد الامتحان جينا ده تمام ليه؟ يعني جاينا بما تظهر انا علشان ما تقطش حاجات حطيتهم لك على زيت لو عايز تشوفهم مش عايز تشوفهم من اي مكان. الخلاصه الاكشن بوتنشال بالاثنين والكاردياك اوت بوت والستيج بتاع الكاردياك فايت ثلاث مواضيع دول زي اسمه ما فهمش اصدار ولا اخطاء هو ده المنهج انا عارف الفاكتورز بتاعه اكثر من اي كلام تاني. كاردياك سايكل الستيج خصوصا الستيج الكبيره تمام الاكشن بوتنشال بيحصل ازاي في الاثنين. طبعا كل حاجه في النظري مهمه ولكن السؤال بيجي في انهي حته بالظبط في الحته اللي جت فيها قبل كده ان تذاكر الاثنين. يلا تعالى بقى نتكلم عن الكونتراكتيف وطبعا على الفيلم في ولا طيب ولا حاجه كده طبعا دكتور انا اقول اقول يا باشا تمام هتلاقي ورقه مكتوب خط الايد فيها المواضيع المهمه الثلاثه بوست امبولزن وفي الامبولزن وفي الهامش كاتب لك كل كلمه مهمه عشان نبقى واخدين مسؤوليه الضمير قدام ربنا كل حاجه. لكن في مواضيع اقصى اهميه ومواضيع مهمه ده بناء على ايه؟ بناء على ان الاقصى اهميه ده اقصى حاجه فيه لاقل شويه في الاهميه في الامبولزن اللي ما جاش قبل كده يمكن امبوزل. يبقى معنى كده الموضوع ده كله يعني سيل كونديشن للقوي ده كله هو كل شيء انا داخل على الميكانيكال بلورز داخل على ايه او ميكانيكال بلورز دي بقى اير كونتاكتيف. وطبعا انا قاعد مع حسين هيستولوجي حسين كبيره يعني ايه فاهم وافق ولا صغيره ده اكبر هيستولوجي من الدكتور البلاجي يا الله. وبالتالي لما اجي اقول لك ايه هو الطالب كبير وبعدين تقوم من اطول في النص كده شويه ايه سيكفير وتمسك في الديد لاين ده شويه سنتر. الكلام ده طبعا بتاع السنتر المصري مينلي بس احنا محتاجينه دلوقتي عشان نفكر بشويه حاجات. الديد لاين ده يبقى على طول في النص يا بشاي شويه فكر ممسك في الاطراف من دول شويه ده الكوميرز جنب بعض العضلات الكارديك زي الكيس المصري العضلات مخططه ليه؟ لان كما خلصت بص قلب احسن السكوب هتلاقي حته دارك لاين دارك لاين دارك لاين مخطط طيب اتفضل يا عيني. وانا عايز اقول لك يا عبد الرحمن ان في اثنين دكتور تانيين واحد اسمه تايتين ممسك الزد الزد فيلمنت في الزد لاين اسمه ايه؟ تايتين. وانا في واحد تاني اسمه ديستروفين ممسك الزد فيلمنت بره في الاكسترا سيلولا ماسك مش عايز اقول لك الكلام ده. يعرف ان هناك سيستم من اكياس واناليز
سيستم اسمه سالكوتيوبيرال سيستم. اسمه ايه؟ سالكوتيوبيرال سيستم. ده عبارة عن ايه؟ سيستم معمول من اكياس وانابيب. ايه الاكياس؟ اكياس اسمها ساركوبلازميك ريتيكولم. كيس عامل كده نهايته منفوخة اسمها سيلولار سيستم. وطالما كيس يبقى جوا حاجة. كيس مليان كالسيوم. مليان ايه يا حضرتك؟ كالسيوم. الانابيب بقى. لا فين الكيس ده؟ كيس اصلا. الانابيب اسمها كيتيوبيول. اسمها ايه؟ كيتيوبيول. ايه الكيتيوبيول دي؟ تقول لي حضرتك ده السلمبرين بتاع العضله اصلا. طب هو انابيبه ازاي ايوه؟ تقول لك صافي يقوم داخل كده عامل انفاجينيشن ويقوم طالع تاني. داخل وطالع تاني. كل شويه كيتيوبيول كده. جوه بالظبط يا عم ده النص الاول قبل. لسه عادي يا فندم. شيء دوري كده. انا عايز اتذكر بقى تشكك كده بقى خلاص هو لا هو الحقيقه كنت من عادات الجهاز كنت متخيل لا بتعامل مع حكايه اول ما اقول لهم الناس كنت يعني انا والله وانا ببص على اللي انا اقول بقى ايه خلص خدك بعد تعوض انا لسه اقول لهم الاكشن بوتنشال جاز داخل وصوديوم داخل كلام معلوم داخل صوديوم داخل وكان خير طب اكلم ليه طب في بلاد اسمه ميل طب احنا نسيت طبعا ايه طب انت مين طب ايه عمال اخوال زي مطلق المهم يعني انا بفكر بحاجات في مصر لان محتاجها دلوقتي عايز افكرك يا عبد المطلق الكونتراكشن كان بيحصل ازاي واهم حاجه انك اول ما تسمع كلمه كونتراكشن عموما تفتكر صوره كذا صوره مين ليه ليه اصل الكلسه من الصوت بيطلع فيخلي بطريقه ما السن فيلمنت والسيك فيلمنت يمسكوا في بعض ويبدا بقى يحصل ايه بايندنج بيندنج انت شو تنزل الحديقه بتاعت كده برضه تعالى من دلوقتي ما المهم يعني انا عايز اوصل له ايه ان الكونتراكشن هو الكلسه حلو كلسه ده في المطل دائما بيطلع من الساركوبلازميك ريتيكولم لكن هنا انت عندك مصدرين للكلسة عندك ايه؟ مصدرين للكلسة عشان الكلمة دي مهمة في الكلسة المطل زي ما احنا بنشوف ان شاء الله الاشارة الكهربية اللي هي الاكشن بوتنشال كل اللي بتعمله انها تفتح بوابات كلسة لكن هنا الاكشن بوتنشال نفسه بيدخل لك كلسة دخل كلسة امتى؟ لما بيعمل في يبقى مبدئيا الكالسيوم في الهال في مصدرين المصدر القديم اللي هو هنا ده والمصدر الجديد ان اصلا الكالسيوم اللي داخل في الاكشن بوتنشال الغريب بقى يا لمياء ان الكالسيوم اللي هيخش في الاكشن بوتنشال هو اللي بيطلع الكالسيوم ده ازاي؟ قال لك اصل الساركوبلازميك ريتيكولم عليه ريسبتور اسمه رايانوجين ريسبتور اسمه ايه؟ يوم الرايانوجين ريسبتور ده اول ما الكالسيوم يجي له يوم يفتح بوابات تطلع لك الكالسيوم برضه. الكالسيوم يبدا يزيد حصل فيبدا بقى يحصل ايه؟ هو الكونتراكشن. حد يقدر يتوقع بما ان طلعت كالسيوم حصل كونتراكشن يبقى عشان اعمل ريلاكسيشن اشيل الكالسيوم ازاي؟ في السكيلتال موديل كان عندك بامب هنا اسمها السيركا اسمها ايه؟ سيركا ايه السيركا دي؟ سيرك سالكو انتو بلازميك ريتيكولم كالسيوم اتيبيل كالسيوم اتيبيل يعني كالسيوم بامب بس فين؟ في السالكو انتو بلازميك ريتيكولم بتاعك بلازميك ريتيكولم عادي بتاع السيرجن انت بتحبيه من السيرجن في السريع عندك بس عشان احنا في العضله فاسمه السالكو انتو بلازميك ريتيكولم اسمها ايه؟ سالكو البومب اسمها ايه؟ تقول كونتراكشن هو الكلب ولا ريلاكسيشن تشيل الكلب حلو اجيب الكلب منين يا عم عبد المطلب تقول لي مكاني الكلب اللي داخل وبيطلع كلب من السالكوبلازميك ريتيكولم
عشان كده العملية اسمها كالسيوم انديوسد كالسيوم ريليز. اسمها ايه؟ لا لا كالسيوم ريليز. لا لا اقول لك انا عايزك تسمع الاسم تاني. كالسيوم انديوسد كالسيوم ريليز. يعني اللي طلع الكالسيوم من هنا كالسيوم اب. ما كالسيوم بتاع الهضم دي ما كان الكالسيوم دخل في الاكشن بوتنشال قام طلع كالسيوم سايتوبلازميك جدا. فلما اجي اشيل الكالسيوم عشان اعمل ريلاكسيشن هشغل السيركت. مش كفايه كده ان السيركت هترجع لك الكالسيوم اللي طلع منها، بس انت عندك كالسيوم ده جاي لك من بره. فعشان كده عندي في الهالك اثنين بامب، واحده انت لسه عارفها من شويه اسمها صوديوم كالسيوم اكستشينج، هتشيل لك الكالسيوم اللي داخل وداخل مكانه ثلاثة صوديوم، في واحدة ثانية اسمها كالسيوم اكستشينج طلع كالسيوم على طول. ركز عشان ده الفلو. لو جينا نسألك في الكونسنتريتي في الهالت مش هنسألك عن الميكانيزم، الميكانيزم بتاع الشعر بقى وضعفك عيش. يعني هنسألك في التفاصيل الصغيرة اللي تبدأ مصدر الكالسيوم حاجتين، كالسيوم من بره طلع الكالسيوم اللي جوه، الكالسيوم انديوز كالسيوم ليه. شلت الكالسيوم ازاي؟ رجعته تاني جوه السيركولاتنج كريتيكولوم ده سيركا، لكن في كالسيوم دخل من بره هطلعه باثنين بامب، واحدة اسمها صوديوم كالسيوم اكستشينجر والثانية اسمها كالسيوم اي تي بي. ده الكالسيوم انديوز كالسيوم ريليز. يعني الكالسيوم اللي دخل من بره هو اللي طلع الكالسيوم من السيركولاتنج كريتيكولوم. ازاي؟ مسك ريسبتور جسمه ريانو جين ريسبتور، ففتح بوابات الكالسيوم عن الكالسيوم طلع. تمام؟ ماشي. حد عنده مشكله؟ ده دخل صوديوم ما يدخلش. ايه؟ دخل صوديوم جرى حاجه؟ لا ملوش دعوه بالكونتاكتيفيتي، هو ليه دعوه ان يحصل اكشن بوتنشال اصلا، ملوش دعوه بالكونتاكتيفيتي. فلما اجي اكلم حضرتك عن ال ايه اللي انت ما ذكرتش؟ جماعه لا تكلمش انت. فهو قال ان الكونتاكتيفيتي ليها اسم باللاتيني اسمها الكينوفلوبيك ستي. يعني مش عاجبك الاسم؟ اه مش عاجبني. مع انه مع لاتينيين ذكي وانت ما ذكرتش. اللي يقولوا لك تسمعه ذكي. بيلعب فيها. هم قالوا ان الكونتاكتيفيتي انوتوبك تبقى ايه؟ قالوا ان في حاجه اسمها بوزيتيف انوتوبك فاكتورز وحاجه اسمها نيجاتيف انوتوبك، يبقى انت بتسرك تقول بوزيتيف انوتوبك يعني بيزود الكونتاكتيفيتي، بس هو بوزيتيف انوتوبك. نيجاتيف انوتوبك يعني بيقلل الكونتراكتيفيتي، بس اسمه نيجاتيف انوتوبك. ليه لازم اقوله بوزيتيف انوتوبك؟ خلى التمييز ده بسميها ايه؟ وحفز ذات الانقباض وهم انقبضوا فصل. حلو. بديل لو انا قلت لك يا دكتور ان الكالسيوم اللي بيطلع مش اقصى حاجه، لو كالسيوم كويس بيعمل كونتراكشن بس مش ده الماكسيمم، تقول لي يبقى اكيد اول بوزيتيف انوتوبك او كل البوزيتيف انوتوبك هيشتغلوا على ان هم يوصلوني للماكسيمم. فكر كونتراكشن از كونتراكشن از كونتراكشن از الكالسيوم اللي بيطلع اصلا ماله سب ماكسيمال. يعني ايه سب ماكسيمال؟ عايز اقول لك انا قلت اطلع كمان شويه شويه دول هم اللي هيعملوا لك بوزيتيف انوتوبك. يبقى لا اي بوست في الاسطوريك هيعمل ايه؟ هيزود الكالسيوم. طب ايه نيجاتيف في الاسطوريك؟ فيبقى بديهي ان اول بوزيتيف في الاسطوريك بالتاكيد هو زياده الكالسيوم نفسه اكسترا سيلولر. تقول لي ليه؟ اقول لك علشان لما الكالسيوم بره يبقى اكتر هيخش بكميه اكبر، هيطلع كالسيوم اكتر، الكونتراكشن يبقى اقوى. صح. اول بوست هو زياده الكالسيوم بره. ليه يا رامي؟ الكالسيوم بره لما يبقى كتير اول ما تفتحيله البوابات يخش كتير قوي، فيقوم يطلع من السيركولازم الكريتيكولام كالسيوم كتير قوي، فيحصل لك كونتراكشن اقوى كتير قوي. حد فاهم؟ مش انت لما بتفتح بوابه للكالسيوم يا محمد يخش شويه كالسيوم؟ ده عشان الكالسيوم بره اكتر. فلو كالسيوم بره اكتر قوي يبقى لما تفتح له بوابه يخش جوه اكتر من اللي عايز، يقوم يطلع لك كالسيوم من جوه اكتر كمان من عايز. يطلع يعني بعد ما يدخل فيه يطلع برضه كالسيوم.
بيطلع من السيتوبلازم كتيكولا محمد. مين اللي بيطلع كالسيوم من هنا؟ الكالسيوم. يبقى لو ده كان كالسيوم اكتر هيطلع من هنا الليفل بتاع الكالسيوم يزيد فيحصل كونسبشن او اب. بص مين تمام. حلو. علشان كده يا لميان لو اديتي حد حقن الكالسيوم هيموت. لو اديت حد حقن الكالسيوم بسرعه هيموت. ليه؟ لان قلبه هيعمل حاجه اسمها لايجول هينقبض قوي فجاه فيقف منقوص انقباض اسمها الريستنج ستول. اسمها ايه؟ يعني ايه الريستنج ستول؟ يعني الكالسيوم من كنته واقف القلب في حاله انقباض ستول. دعاء ما عندهاش ضمير. اصل لو هي عندها ضمير كانت هتقول لي يا دكتور طبعا السمباثيتك بلطس اللي بيوصلك، لان انت من شويه قلت انه بيشتغل على بيتا 1 بيزود السايكل الاي ام بي اللي بيزود الكالسيوم في الضغط. صح. رقم ثلاثة عندي هرمون اسمه الجلوكاجون. بيعمل ايه يا عم الجلوكاجون؟ بيزود السايكل الاي ام بي يبقى بيزود الكالسيوم. رقم أربعة عندي الضغط. أدوية. القهوة اللي أنا عمال أشرب فيها دي الزنزين بوزيتيف إنوتروبيك لأنها بتزود السايكل الإيه من دي. بالك أنت هو من الآخر يعني كلهم بيشتغلوا إن هم يزودوا فيزودوا. أه خلاص أنا عايز السايكل الإيه من دي بيزيد بيفتح بوابات أكثر لمين؟ ما عدا اللي جاي. اللي جاي ده اسمه ديجيتال. ديجيتال ده بيعمل ايه بقى؟ بيشل قال لك ديجيتال ده بيوقف الصوديوم بوتاسيوم بمب. ايه الصوديوم بوتاسيوم بمب؟ زي البنزين الصوديوم بوتاسيوم بمب دي بتجيب لك ثلاثة صوديوم من اللي جوه وتطلعهم بره داخل مكانهم اثنين بوتاسيوم. داخل داخل. بس الشيء اللي هيعمل جاي وقف. ماشي. تمام يعني. هو لما البمب دي تقف الصوديوم جوه هيجي. فيضطر يطلع بالبمب الثانية. اللي اسمها صوديوم كالسيوم اكستشينجر. هيطلع ويدخل مكانه مين؟ يوم كده يخش جوه العضلة فرزبته يبقى الديجيتال يبقى بوزيتيف في نطاق. هما كام بوزيتيف في نطاق عندك؟ أربعة أربعة هب. أول واحد الكاسيلر فلو. أول واحد increase الكالسيوم. أول واحد increase الكالسيوم. طبعا فاهم إنه في نفس الوقت. اثنين سمباثيتك. اثنين سمباثيتك. ثلاثة جلوكاجون. أربعة drugs. أول واحد فيهم. أول واحد. مش حاسس الحياة. أول واحد. واثنين. اثنين. ثلاثة تشتغل بيوقف. تشتغل. حد يقدر يتوقع نيجاتيف بوزيتيف؟ عكس الدنيا. اول حاجه للكالسيوم في رجل تاثير الاطفال. طب تاني حاجه ما خليك فاكر ان البار ما بيديش البنسكل بيشتغل على الاتريا فقط زي ما هنقول بعد شويه في الاطفال. رقم ثلاثه سكيميا. ليه سكيميا نيجاتيف بوزيتيف؟ قالك علشان انت علشان تكونتراكت تتوقف. صح. محتاج اي تي بي. فلما يبقى في كيمياء الدم مش هيخش للقلب وبالتالي ما عندوش اي تي بي بيحصل كونتراكشن ضعيف. يعني لو تعرف حد عنده خصوص في الشرايين التاجيه قول له يا باشا انت لو ما تعالجتش قلبك ضرباته هتبقى اضعف. اضعف ليه يا عم؟ عشان ما فيش طاقه في قلبك. تمام. هو ده الكيمياء. رقم اربعه الضرب. حد يقدر يتوقع أدوية؟ لو الناس عندها ضمير تقول انت لسه من شويه قايل دواء اسمه كالسيوم شانل
هو الكالسيوم عشان البلوكر دوت يا يلا ليه يشتغل نيجاتيف كونسول هيمنع دخول الكالسيوم. طب والحاجه الثانيه اسمها ادينوزين، اصل الادينوزين بيقلل السايكليك اي ام بي دي الحاجات اللي بتغير في الكونتراكشن، لكن في حاجات بتأثر على الريلاكسيشن اسمها ليوزد لوبينج. ما هي ليوزد لوبينج؟ ما لكم ليوزد لوبينج؟ ما هي ليوزد لوبينج؟ وما ليه محدش رد عليك يا محمد؟ الحاجات اللي بتأثر على الريلاكسيشن. هو الكونتراكشن اسمه الأول والحاجة الثانية هي الاسكيب. وركز عشان هنثبت. هو انت علشان تعمل الريلاكسيشن عايز تعمل فالسمباثيك بيفصل الريلاكسيشن. يعني شايف مين بتاع دي؟ مين دي اسمين؟ بس انا قلت في الفكرة انا كنت بشيل الكالسيوم هنا بومب اسمها سيلكا صح؟ دخلت تاني جوه كيس التمباتاتك بيشغل السيلكا فتشيل الكالسيوم بسرعة يبقى الريلاكسيشن يحصل بسرعة. انت لحظة يا دكتورة التمباتاتك هنا وصلت الى الطابق وكمان بيعمل ريلاكسيشن اسرع يعني التمباتاتك في الاخر كنت عشان قوي بس سريع وده شيء عظيم ويفرق معاك في الطايف. طب والاسكيميا يا للعجب ويا للدهشة الاسكيميا بتزود البرميابيليتي بتاعة الكالسيوم. يعني الريلاكسيشن يصبح أبطا. ركز عشان الكلمة دي أنا نفسي ما كنتش فاهمها زمان. اه والله زمان ركز كده الكيمياء بتعمل ايه؟ خلي الكالسيوم يخش تقول لي بقى كونتراكشن كونتراكشن يبقى اقوى المفروض صح والريلاكسيشن يبقى ابطا. لا بس الكيمياء نيجاتيف المتسابق وبتطلع سوري وبتبطئ الريلاكسيشن. طب بتبطئ الريلاكسيشن ماشي يا لمياء ما انت قلت الكالسيوم داخل مش عارف يخرج. طب هي نيجاتيف المتسابق ليه؟ مفيش طلب. انت عندك كالسيوم عايزة تعمل كونتراكشن بس اصلا ما عندكيش فاهم الاسكيميا بتعمل ايه؟ فاهم انك الكالسيوم جوه بس مش بالظبط في نطابق. ليه؟ لان اصلا انت ما عندكش طاقه تعمل بيها كونتراكشن. يبقى نيجاتيف نطابق ولكنها بتبطئ الريلاكسيشن لانها بتزود الكالسيوم. تمام صعب الكلام ده؟ حد عنده مشاكل؟ الديجيتالز بقى بيعمل ايه؟ الديجيتالز بوزيتيف انوتروبيك لانه بيزود دخول الكالسيوم بالبمب اللي فوق. لكن الديجيتالز كمان بيزود شغل البارات البتاتيك. تمام؟ ففوق على مستوى الاتريوم يقلل ضربات القلب ويقلل الكوندكشن. تمام؟ لكن القوه بتاعت الكوندكشن نفسها هتزيد. معايا؟ الديجيتالز بيعمل حاجتين. على مين؟ على الاتري هي اصلا مش فارقه معايا. طيب البارت المسافه مش واصل للفنتركل اصلا. طب مش بهل ليه؟ البارت المسافه ده نوت طب لايف فنتركل. انا ما بحبش الاسئله بقى دي. البارت المسافه ما بيوصلش للفنتركل. نيجاتيف ينصبك اه بس على مين؟ على الاتري ملوش دعوه بالفنتركل.
الجسد بيعمل ايه؟ بيشغل البار. يبقى نيجاتيف من الصوت فوق على لسه مش فارقه معايا اصلا. انا اللي يهمني في الكونتراكشن بينتفنت هو ده اللي بيضخ الدم يوصله. تمام؟ هو ما البار ما وصلش، يبقى الديجيتاليز بوزيتيف في الصوت بس بيقلل الهارت ريت. الهارت ريت ازاي؟ اللي عشان بيشغل البار، يبقى الهارت ريت يصبح اقل لكن الكونتراكشن يصبح اقوى. حد مش فاهم اللي انا بقوله؟ مش عارف هو سلم ليه يعني وصلنا لمثل السؤال العجيب ده مضايقش بينا الدنيا قوي كده في كلام فندم. اشتغل بيعمل حاجتين، اول حاجه بوست بين الصوت فيعمل بوست كونتراكشن، لكنه كمان بيشغل البالا سيبه بقى من انه نيجاتيف كونتراكشن ان هو بيدينا في كونتراكشن على اس ام بس، لكن البالا ليه افكت تاني على معدل الضربات بيعمل فيه ايه؟ بيقلل. يبقى الديجيتاليز في الاخر بوست بين الصوت وبيقلل عدد الضرب. تمام؟ عشان كده بيستخدمه في حالات فشل عضلي. هو انا فاهم ان في حاجه وقفوا عشانها لو حد انتم محتاجين وقفه فقلت وقفت. انا عايز اطلع اعطينا كل اللي اتعمل فيك لتحت. صح لان احنا كنا على حته المفروض ان تبدو حته الجايه تبدو هنتكلم على ايه؟ ايه الحاجة بتاعت الصورة حدش يقدر يحسمها. تمام؟ طبعا الكارديو فاسكولار والانفلاميشن اللي بعلمه اقصد. مين الترم الاول شيء؟ طبعا. ترمتين درجة الامتحان هتبقى على الكارديو فاسكولار والانفلاميشن والثالثة بس على الترم الاول. ايه؟ نفس الكلام. بس الترم السنة ثانية الاندكلاين اكسبشن. الاندكلاين هتلاقي عليه برضه اسئلة كتير في المسكين. طيب قبل ما اكمل واخش معاك على الكلمات عايز اتفق معاك على بعض البوينت اللي هنتفق عليها ما يجيش الامتحان. حد يجي يقول لك ايه فايده من الفيديو ده اصلا ولا ايه الايكونيك والايزومتريك في كذا مصر ممكن اسالك ولا ايه الانتنشن ريليشن شيب ولا الكلام ده. بس لو انت ما فهمتش البوز اللي جايه دي خلي الوقت يقف مكانك لكن وصح. اول حاجة انا عندي حاجة اسمها بريوز وحاجة اسمها حفظ ومعلش عريض دعوة اسمعني بطلعين كيف بسيطنين كلها رائع وهو لكن بيبص للموضوع وبيصحه باستفادة انا هاجنب هذا الشرح الجانب. قول لنفسك ببساطة وقول لحضرتك ببساطة ان البريوز هو طول العضلة، يعني طول العضلة قبل ما تبدأ تعمل كونتاكشن ده بريوز، يعني كده ده ريلوت كده ريلوت كده ريلوت. ايه هو الريلوت؟ طول العضلة قبل الكونتاكت، الحمل المبدئي داخل العضلة، حمل ايجابي، حمل ايه؟ ايجابي. الريلوت هو ايه؟ طول العضلة. ريلوت ايه يا جماعة؟ قبل الكونتاكت. ايه هو الريلوت؟ طول العضلة. سامع ايه هو الريلوت؟ طول العضلة. اللود ده طول العضله. طب ايه بقى الافضل لود؟ هو اللود اللي انا بنقبض ضده، هنقبض عشان اشيله. ان لو بنت من بنات دخلت تشيل 2 كيلو خيار هو ده الافضل. تمام؟ قبل ما تشيل طول العضله ده اسمه ريلي. ال 2 كيلو خيار اللي هي هتنقبض ضدهم دول اسمهم افضل. الكونتراكشن بتاعك نوعين حضرتك عارف السكريت المصري، في نوع اسمه ايزوتونيك
نوع اسمه ايزوفونيك. يعني ايه ايزوفونيك؟ تقول لي ايزوفونيك يا دكتور يعني كونتراكشن الحمل الشده ثابته. معلش ايزو يعني كونت، تونيك يعني تنشن، مترك تاني لفت. فلما اقول لك يا راجل الكونتراكشن اللي جاي ده ايزو مترك يبقى الطول تاني، يبقى اللي بيزيد هو التنشن. الكونتراكشن اللي جاي ايزو تونيك، تقولي لي يبقى التنشن ثابت واللي بيتغير هو الطول. فاصل حضرتك لما البنات تخش تشيل الاثنين كيلو انا هشيل الازازه دي، اول حاجه هعملها ايه؟ انا عضلتي لسه ما فيهاش قوه فمش هقدر احرك الازازه، فهعمل ركز لو سمحت، هعمل الاول ايزومتريك كونتراكشن علشان ارفع التنشن في عضلتي اهو. بص انا ما ينفعش اخش عندي اشيلها على طول. اول حاجه هعمل ايه؟ هعمل ايزومتريك كونتراكشن، الطول ثابت بس هرفع التنشن. ليه؟ علشان يبقى التنشن هنا قد هنا. اول ما التنشن هنا يبقى قد هنا هبدا اثبت التنشن على كده واغير. كونتراكشن كام نوع؟ اثنين، واحد اسمه الطول ثابت والتنشن النوع الثاني اسمه ايزوتونيك، التنشن ثابت والطول هو اللي بيتغير بيقل. طب انا عايز اسالك سؤال يا عم احمد، لو انت دخلت على الجيم وجبت 2 كيلو ونص بتوع انت بتعاوز تلعب فيه ايه نفسك؟ عادش بالظبط. طب لو انت دخلت على 7 كيلو وده اعلى من حمولتك كده، هتقول تلاقي نفسك عمال تعمل ازاي؟ ايه ده؟ ايزومتريك بس. ليه ما قلمش ايزوتونيك؟ لانك اصلا ما وصلتش للتنشن بتاع الافضل. معايا في الكلام ده؟ البريلود حمل ايجابي والافضل لود حمل سلبي. يعني ايه حمل سلبي؟ يعني ياثر على الكونتراكشن سلبا. يعني كل ما الحمل ده يزيد كل ما هيبدا الكونتراكشن بتاعنا يقل. طب خلي دي شويه تعالها تاني. بس قبل بقى ما اخش معاك في الكلام العميق خليني اتفق معاك على حاجه، ان في ما يسمى لينث تنشن ريليشن شيب. ركز قوي، حاجه اسمها ايه بقى؟ لينث تنشن ريليشن شيب. ده الطول وده التنشن. كل ما طول العضله يزيد التنشن جواها بيزيد. يا لا العضله بتاعتنا، انا بحب اقول لنفسي كده دايما، العضله بتاعتنا زي الاستك. يعني لو عندك استك كنت سايبه على راحته كده التنشن جواه عادي، اول ما تشد شويه التنشن جواه عم تشد اكتر، التنشن جواه يزيد اكتر، التنشن عم تشد اكتر يزيد قوي، وده اللي بيحصل. بس الجنرالي increasing the length will increase the tension. صح؟ حد سمعني قلت كلمة contraction؟ يبقى الكلام ده passively. الكلام ده ايه؟ passively. كل ما طول العضلة يزيد كل ما التنشن جواها عمال وفي نفس الوقت كل ما طول العضلة يزيد كل ما تقدر تعمل لك contraction اقوى. أرجوك كل ما طول العضلة يزيد تنشن جواها يزيد، لا خلاص أنا شو عملش كونتراكشن. طب لو خليتها تعمل كونتراكشن عند الطول ده طب كده طب كده طب كده، يعني كل ما طول العضلة يزيد كل ما قوة الكونتراكشن التنشن بتاعك بتزيد. اللي تحت ده باسف واللي فوق ده اكتف. يعني يا دكتور مش فاهم الفرق بين الاثنين.
انا مش هحضرك من هنا الا لما اطمن ان كل الناس فاهمه، عشان انت لو ما فهمتش لا مش هفهم حاجه بعدين. ايه؟ انا بتكلم عن العلاقه ما بين طول العضل والتنشن اللي جواها، سواء التنشن اللي جواها من غير كونتراكشن او التنشن اللي جواها بكونتراكشن، والعلاقه فرضيه في الحالتين. يعني كل ما طول العضله يزيد التنشن جواها بس بلي، وكل ما طول العضله يزيد وتخليها تعمل كونتراكشن هتعمل لك كونتراكشن اعلى. فبص كده يا محمد ان ده البس مفيش كونتراكشن، بس كل ما بتزود طول العضله تلاقي التنشن عمال يعني صح. وكل ما تزود طول العضله وتخليها تعمل كونتراكشن تلاقيها تعمل لك تنشن اعلى. حد مش فاهم اللينك تنشن ريليشن شيب؟ ارجوك لو مش فاهم قول. ماشي اتفضل. هتجي له الحته اللي في الاخر دي اللي احنا بنقول عليها وذين ليميت، بس احنا هنطلب بيه عندنا في الاخر. كده تواصل يا بيه. طول الباركومير لو زاد عن الطبيعي حلو. ايه معلش يا دكتور عشان انت بدات تنمي. هو البري نوتري انا قلت البريود هو طول العضل صح؟ حد ملاحظ ان البريود كل ما يزيد التنشن بيزيد؟ مش كده قلت لك شايف الحمل؟ ايه صح؟ طب كويس. طب انا عايز اشيل الازازه دي يا دكتور. فالازازه دي بالنسبه لي افضل ادي الافضل ركز قوي معلش اتعب معايا في الحته دي تستحمل اللي جاي كله. فانا هتخيل يا بشاير اني هبدا من الطول ده. فالتنشن اللي موجود اهو صح؟ فالتنشن اللي اصلا عندي. هبدا يا لمياء اعمل الاول كونتراكشن. الاول هيبقى ايه؟ ايزومتري برفع التنشن والطول ثابت. بص كده اللي بيحصل. التنشن والطول ارجوك حد مش شايف ان ده ايزومتريك كونتراكشن؟ حد مش واخد باله ان الطول لسه ثابت وان التنشن هو اللي ثابت لغايه ما وصلت لمين؟ الابر لود اللي انا عايزه. اول ما وصلت للابر لود اللي انا عايزه ابدا اعمل ايه بقى؟ شولترنج. واقدر اوصل لغايه النقطه دي بس. اشمعنى؟ لان ده التنشن اللي انت تقدر تحققه من الطول ده. لو قصرت الطول عن كده التنشن يبقى اقل. ما تقدرش توصل للنقطه دي من الطول. ارجوك ركز وافهم. انا بطبق معاك الكونتراكشن على اللينث تنشن ريليشن شيب. لو ده فهمناه تبقى خلصت. ممكن ما اشرحش كده لوحدك لو عايز. الأقل العلاقة ما بين البريو والتنشن العلاقة إيجابية. كل ما الطول بيزيد التنشن بيزيد سواء بسم أو أكس. وأنا ببدأ الكونتراكشن الطول أيزومتري بعدين أقلبه أيزوتوبيك. إمتى؟ لما أوصل للأفضل لود اللي أنا عايزه. فبدأت أيزومتري وصلت للأفضل لود فبدأت أقصر. أقصر لحد فين؟ تقولي لي أنت مرتبط بالتنشن ده. التنشن دوت ممكن تحققه طول ما الطول بتاعك اعلى من كده. طب لو قلت يعني مثلا النقطه دي دايما متلخبطه. لو انا جيت عند النقطه دي باقصى تنشن انا ممكن اوصل ده اقل من الافضل لود هيقع مني. فاهمين؟ يعني لو انا شايل 10 كيلو ده التنشن اللي انا قادر اعمله كقدرات تمام؟ وقام جاي واحد حاطط لي فوق ال 10 دول كيلو واحد. انا اقصى حاجه اقدر اعملها على 10 خلاص ده الماكسيموم بتاعي. قام جاي واحد حاطط لي كيلو واحد فوق ال 10. هل عضلاتي بطولها ده تقدر تستحمل اللود الجديد فغصب عني؟ اوعى مني اللود. يبقى خد بالك انا ليه بقفل لحد النقطه دي بس؟ تقول لي علشان ده التنشن اللي انت تقدر تحققه بالطول ده. طول اقل من كده ما يحققلكش هذا التنشن.
حد وصل او حد ما وصلش او حد سمعني هي صعبة؟ هي دايما يعني هي مش صعبة بس هو انت سامع عندك مشكلة في استيعاب ان ده الطول اللي يقدر يحقق لك التنشن ده اقل منه ما تقدرش تحقق هذا التنشن تمام؟ يعني انت كل ما تزود طول تقدر تحقق تنشن اعلى عشان كده لما تقصر لحد نقطة معينة دي اخر التنشن ممكن تجيبه للبوينت دي بلي 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 لا على حسب انت عايز تشيل انا احط شو انا عايز اشيل افضل لود انا هلعب فيه بعد شويه هطلعه هشيل وزن اعلى او وزن اقل بعد شويه هنشوف بعد شويه شيلوا كده اليوم بتاع الافضل لود هتطلع ايه يا كابتن المهم شوف ده الافضل لود فانا بطلع الاول ايه ايزومتريك وبعدين ابدا اقصر ايزومتريك تمام انا بطلع في الستين طيب يمكن ربنا يكتبنا ربنا يفتح عليك دكتور احنا طلعنا من الستين شهر وطلعنا من الليل ايه؟ احنا بدأنا منين اللي هو نعمل نوصل التنشن اللي هو بتاع انا عايز اشيل طيب انا عايز بقى اكلمك على حاجه اسمها الكارديو بريفورم او المصر بالفورم ده يعني انا قلت عندك عضلة بتنطبق وعايز تقيمها تقيمها وفقا ليه؟ انا تقيمها وفقا لتوفك ركز معايا وصح كده توفك تو الدكتور اول واحد فيهم هو الدجري اوف شورتنج والثاني هو الفلوسفي يعني الديترمنت فاهم برضه تعالى تخيل ان انا خدتكم رحله واحنا الجيم واحنا جيم فاما دخلنا لقينا واحد بطل الابطال كبار ماسك بتاع 50 كيلو عمال يعملوا كده بلاش 50 كيلو عشان احنا مش شغالين ماسك 10 كيلو عمال يعملوا كده بص الشوتنج بص الراجل بيعمل شوتنج لحد فين حد الاخر قعدنا احمد جنبه فلقينا احمد ماسك ال 10 كيلو مين فيهم الكونتكشن بتاعه احسن؟ انا طبعا البطل طبعا انا يعني خلينا دايما التواضع نقارن ما بيني وبين انا البطل الاعلامي الطبيعي فانا ماسك 10 كيلو واعمل كونتكشن كده ايه الاخر؟ صوت بينج كبير فعمال ماسك 10 كيلو مش عارف انا مستغرب كبير عمل يعني فالشورتنج بتاعي اكتر فتقولوا لي مين بيعمل كونتراكشن احسن؟ انا طبعا يبقى درجه الشورتنج تعكس كفاءه الكونتراكشن حد مش فاهم الكلام ده؟ طب كويس فانا علشان خاطر احمد صعب عليا فقمت جايب ال 5 كيلو عشان انا بطل بقيت ماسك 5 كيلو عمال اعملها كده بص الصوره دينا 5 كيلو لاحمد فما بيعمل نفس الشورتنج مين الكونتراكشن بتاعه احسن؟ انا طبعا عرفته منين؟ عشان السرعه بتاعه الكونتراكشن بتاعي اعلى يبقى انت تقدر تقيم الكونتراكشن بتاع البطل بحاجتين التدريب شورت انكلوز والفيلوسيتي اوف كونتراكشن حلو اوكي ايه العوامل المحدده؟ حد بقى عنده مشاكل في الديترمنت؟ المحددات اقيم ازاي؟ طيب ايه العوامل بقى يا دعاء اللي تخليني اللي تاثر في الكونتراكشن؟ فتقولي لي اول حاجه البني لوب وبعدين الافضل لوب وبعدين الانوفلوبيك ستيت وبعدين الفريم اللي هي المعادلة بمعنى والله الدكتور يزور كل حاجة في حد
لما بتيجي انت واصحابك تزقوا عربيه عربيه عطلان وعربيه محطجه يعني خايفين تزقوا فبتعملوا ايه؟ طب لو برضه الموضوع معطل بتبدا تعمل ايه؟ بتبدا تقول لهم كده بصوا يا جماعه هنعمل كده واحد اثنينهم صح؟ ليش؟ اصلا بتزود الفريكونسي ليه؟ لو العضله عملت كذا كونتراكشن ورا بعض فحضرتك عارف في العملي ان زياده الفريكونسي بتعمل اكيوميليشن اوف كالسيوم بتخليك تعمل كلونرز بتخليك تعمل ايه؟ ليه يحصل كلونرز؟ عشان كميه الكالسيوم اللي هتخش يبقى لما يزيد الفريكونسي اوف كونتراكشن تبص تلاقي الكونتراكشن الاولاني عامل كده وبعدين بدا يبقى كده وبعدين تبدا توصل للستيدي ستيت شايفين ده؟ ده الكيس فينومينو بتاعت العمل صح؟ يبقى زيادة الفريكونسي هتؤدي بالتأكيد إلى زيادة قوة الكونتراكشن. حد عنده مشاكل في الكلام ده؟ أنا بتكلم دلوقتي على الفاكتورز اللي بتأثر في الكونتراكتيفيتي أو في السوري في الفولمنتس. الفاكتورز اللي بتأثر فين؟ ركز عشان ما تكبرش. أنا كان عندي من شوية إنفلاب الفاكتورز. يعني حاجات تخلي العضلة تنقبض أصلا أصلا. قوة القوة في وسط في نصهم، لما لا بعض. هتفكر لبعض؟ معلش انا بنت واحد هتويت كالتا اثنين كالباسات الثلاثة جلوكاجون اربعة ثاني البوست الدكتوري الثاني واحد زيادة الكالتا كالباسات جلوكاجون والدرجة دول الفاكتورز اللي بتأثر في البرفورمانس عموما منهم يا اسامة ينطلق الفاكتور طبعا يعني لو انا زودت قوة الكونسبشن اكيد هيزيد البرفورمانس هتيجي كونتراكتيفيتي حلو لكن ارجوك انا عايز اشوف الاداء عايز اشوف الكونتراكشن بتاعي حلو ولا وحش فبقيمه بحاجتين اول حاجه بقيم بحاجتين اول حاجه ديجري اوف شورتنج وثاني حاجه ثاني حاجه العوامل اللي بتاثر في الاداء الفاكتورز افكتنج بيرفورمانس اول حاجه اول حاجه ثاني حاجه ثالث حاجه رابع حاجه ازاي كنت انا خلصت منها ركز بقى معايا عشان داخل على الثلاثه اللي بيوقفوا بس لو انت عندك ضمير انت مش هتطلع ليه لو سمحت ادرينون عامل ايجابي يبقى بيعمل ايه في الكونتراكتيليتي يعني يعمل ايه في الشولترنج ويعمل ايه في الفيلوسيتي طب حلو كل ما طول العضله يزيد الكونتراكشن بتاعك اقوى واسرع صح شايف ادرينون عامل ايجابي طب الافترلود عامل سلبي يعني كل ما انا ازود الحمل الشولترنج يقل والفيلوسيتي تقل طب واللي نظرك تاتي عبد المطلب تقول لي على حسب لو بوزيتيف ولو نيجاتيف تاني انا خلصت الكلفات اللي هحطها دلوقتي قدامك الكلفات انت هتبقى عارفها اصلا فتلاقيني بقول كلام خلاص تعالى البرفورمانس بقيمه بحاجتين واحد اثنين والفاكتورز اللي بتاثر فيه اربعه واحد اثنين ثلاثه اربعه الفري لود عامل والافتر لود عامل والانيتروبيك على حسب لو بوزيتيف ولو نيجاتيف يعني من الاكل بقى كده انا قدامي اقل من 10 دقايق وخلاص جزء اول بيقول لك جمع الافكت يعني افكت 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 افك
لو انت عندك ضمير مش محتاج ان انا اقول لك انت هيعمل ايه في الصوت يعمل ايه في الصوت اتفقنا يا هلال من شويه ان انا لو عايز انقبض اوصل لحد افضل لون هثبت الافضل لون دي اقوى. انا بتكلم على نفس الافضل لون، طالما هقيم البي لون يبقى هشيل نفس اللون واغير طول العرض. تمام، بس معلش هو انا الاول كنت عملت ايه؟ انا مثلا بدات من هنا قمت طالع لحد دي وبعدين قمت عامل كده مش عملت شولدرنج كده صح؟ يبقى الشولدرنج اهو قيم الشولدرنج عايزين لون. بص بقى ايه، تعال نزود البلي لود. انت مستني الشولدرنج يحصل فيه ايه؟ لما نزود البلي لود الشولدرنج يحصل فيه ايه؟ جيزي معلش، هو البلي لود ده هو ايه؟ طول العضل. يعني بدل ما ابدا من هنا ابدا من يعني ابدا من الكيرف دوت كده واطلع لحد نفس الافضل صح؟ ابدا اعمل شولدرنج لحد نفس النقطه الأزرق أكثر ولا الأحمر ولا الأسود؟ يبقى لما تزيد الزي لود الشولدرنج حد معترض؟ لا طبعا. حد مش فاهم؟ لا طبعا. أنا بتكلم بجد، حد مش فاهم؟ أيوه بعد ثانية بقى. طولت الطول. طولت تمام؟ بدأت من البوينت دي. طلعت نفس الأكثر لود فعملت شولدرنج أكثر. زي لود عامل إيجابي، كل ما طول العضلة يزيد تدي لك شولدرنج أعلى. تمام؟ بس. مين ده؟ بس السنش مين ده؟ مين ده؟ أفضل لوتا على عش أنا أول مرة أتقوى بدأت من هنا عند البوينت دي فطلعت لحد هنا وعملت صوت لينك كده أنا هغير الأفضل هشيل حل أعلى تمام؟ عشان أشوف إيه اللي من نفس البوينت أجل أفضل لوتا الجيش التنشن اللي انا عايزه بالظبط. بصي هات انا طبعا هبدا من نفس البوينت عشان اقيم الافضل لود لازم اثبت زيرو فهضطر اطلع المره دي لحد الافضل لود الجديد وابدا اعمل شولدرنج اوصل لحد هنا. ليه ما اقدرش اوصل اقل من كده؟ لان التنشن ده هو المحقق عند الطول ده، لو قصرت الطول عن كده ما تقدرش تحقق التنشن. مين اطول الاسود ولا الازرق؟ يبقى لما يزيد الافضلون بيحصل ايه في الشولدرنج؟ حد مش فاهم لما يزيد ايه؟ لما يزيد الافضلون الشولدرنج بيقل. احنا متفقين من الاول ان الافضلون اصلا عامل سلبي فانت مستني ان الافضلون يعمل ايه في الشولدرنج؟ يقلله. قال ولا ما قالش؟ مش عارف ايه؟ ده موضوع تاني خالص. الانطلاق في السلم هتعملي الكيرف وهتنقطي بقى يعني هو متضخمين بقى تمام؟ يعني هتلاقي دي اسمها بوينت 1 ودي بوينت 2 او 1 و 2 و 3 وتعمل دي 1 ايه؟ هنشوف انتوا صغيرين. هتدخل بقى يا رميع انا مش هقعد انت بتشرحي الكلام ده يعني ايه تحطي كده؟ ايوه هو ده اللي موجود ده مش هو ده اللي موجود اللي انا بقوله كتير. انا بحاول احفظ يا جماعه as normality moving from left point number 1 we reach point number 2 as a follow then there is shortening to the point number 3 distance between 2 and 3 is the shortening وبعدين increasing the reload which equals the increasing the initial length so we will start at the 1A point and we will reach the upper load point 2 miles and the upper load over where shortening to point 3
shorting is increased. Shorting is increased. نعمل ايه؟ ايه ساعدين؟ الله اكبر منك الله منك الله هو اللي بدانا مش انا مش بدانا انا مش بدانا لا نفر بس عدوه كده انت عارف رح جينا انا عايزة بطايا بيتطلعش بدانا قالت اي حاجة بس صعب بس خايف ولا حاجه وقال عشان ايه لو جالك حاجه وايه محدش يقول يا صعبه خالص انت دكتور لازم اكمل في حد عامل ايه في حاجه دكتور لازم اكمل في ايه ما هو مش عايز ستارت ازمتي كونفكشن في ديفيرت تنشن مش عارف مش كان شورت مين خلاص كده مش عارف اقول ايه تو ايه انت واقف فين لا لما تطلع بس في مهم تاني انت عملت كونتراكشن اي كونتراكشن تعمل بيه بايند كريزنج فبتكسر اي تي بي شويه تعمل فولك وشويه تطلع فزي نفسك بتد تمام لو نزلت اقل شويه اه ايه اشي روح لي طيب لا لا يعني طيب هو ايش شايف ولا رايك مين ده مين ده هات البقى ثانيه معايا هو بص في نصاب الكعب بيدوس بوت كونتراكشن يعني ايه دوس بوت كونتراكشن يعني خليك تحقق تنشن اعلى من الطبيعي يعني عند كل طول تقدر تحقق تنشن اعلى صح وبالتالي تبص تلاقي الكيرف بتاع الاكتف تنشن ده اصبح عامل كده ليه اصبح عامل كده يا الاء تقول ليه اصبح عامل كده لان عند البوينت دي مثلا كانت تنشن كده هيسمح كده ليه لان دوت اسمه بوزيتيف انوتوف حلو طيب يا سلام انا في الحاله الطبيعيه ادي الابطالوت انا بدات من الطول ده فطلعت لحد هنا وعملت شورتنج كان اقصى حاجه وصلها البوينت دي صح لو عملت بوست مبسوط شربت قهوه مثلا فانت هتطلع من عند نفس البوست وتطلع لنفس الابطالوت بس لما تيجي تعمل شورتنج تقدر تقفل اكثر ليه تقدر تقفل اكثر ببساطة لأن أصبح قوة الكونتراكشن أعلى فالتنشن ده ممكن أحققه لك بطول أقصر شوية يعني ما زلت عندي القدرة إني أعمل شورتنج أعلى أنا ما قلتلكش حاجة الدريلوج عامل جدا طبيعي إنه يزود الشورتنج والطريلوج عامل هزم قلب الشورتنج البوست الكونتراكشن إذا كان بوست فكان بوست الكونتراكشن فهو بالتأكيد عامل إيجابي فيزود الشورتنج حد مش عارف يطبع على الكذبات كلام فرق حاجه الكذبات الثانيه ارجوك خد الامر ببساطه يا بيه هو لما انا امسك الازازه دي طبعا شايف البلوز عامله ازاي لو انتوا اديتوني لود يعني بالنسبه للبطن زي حاجه كده مثلا بتاع 7 كيلو هبص تلاقي ان انا بعمل كده احس لو لقيت 10 كيلو الفلوس بيحصل لها ايه؟ ما انت قلت بقى كويس يعني يا دكتوره يعني كل ما الافضل لود يزيد كل ما الفلوس يعني انا لو عايز اعمل كذب الاء ما بين الافضل لود والفلوس هحط الافضل لود هنا واحط الفلوس هنا تبقى العلاقه اكيد عكس حاجه محفظه رقع ثاني فكل ما الافضل لود بيزيد كل ما البلوكت عماله ايه وواضح ان الطول ان عند بوينت معينه عند افضل لود معين مفيش بلوكت ليه ما بلوكت دي خالص شاب حضرتك ايدي خلاص يا عم اعمل لك ايه طب يا عبد المطلب انت ملاحظ ان انا
لو وصلت هنا يبقى دي اسمها البي ماكسيموم اسرع سرعه اقصى سرعه المفروض تبقى عند الابطالون كام بس لاحظت يا يعني مياه ان انا بنقص في الحته الاخيره في الكلب شوف في شيء اصل ما فيش حاجه اسمها ابطالون زيرو دكتور ليه ما فيش ابطالون زيرو عندك انت هو ده فاضيه حتى ولاقيه فاضيه في قوه احتكاك ما بين العضلات ففي ابطالون لا يوجد ما يسمى ابطالون اذا الفي ماكس از ثيوريتيكال حاجه نظريه حد مش فاهم الكيرف الاول طيب الزيرو عامل عامل هيعمل ايه في الفيلوسيتي ارجوك بكل بساطه كل ما الزيرو يزيد هتلاقي العضله بتاعتك بتحقق نفس الفلوس سرعه اعلى بس بتوصل لنفس البي ماكس طب الانتروبيك ستيت لو بوزيتيف تعمل ايه في الفلوسيتي الزيلود والبوزيتيف الكينوتروبيك الاثنين عملوا زي بعض خلوني احقق فيلوسيتي اعلى عند نفس الابطال ازاي الكلب شفت الظهور يعني لو انت بتتكلم عن الابطال لود ده وزودت الزيلود تلاقيك عملت فيلوسيتي كده زودت الزيلود اكتر تلاقي نفسك بتعمل فيلوسيتي اعلى تمام وهنا نفس الكلام عند كل ابطال لود بوصل لفيلوسيتي اعلى طالما زودت الكينوتروبيك فيه بس الفرق يا صاحبي ما بين الزيلود والبوست في نصفارك ان الفلوس دي اعلى لكن الماكسيموم كامل انما في نصفارك الفلوس دي اعلى والبي ماكسيموم كمان اعلى يعني من الاخر البوست في نصفارك يؤدي الى تحسن اكبر في الفلوس دي من الفلوس تمام طب ما انا مش هتبقى نفس البي ماكسيموم ايوه قلت انا مش نفس البي ماكسيموم ليه بقى؟ لا والله اهلا اهلا طب ليه بقى يا دكتور؟ ليه؟ ده الفكره من زمان ما تقولش تقول ليه؟ ما لهاش ميكانيزم محدد. هو انا بزود الاكثر لوجر ايه؟ هنا بزود الاكثر لوجر هنا بتتكلم عن كل اكثر لوجر حلو. عشان تعلق على كارتو يا احمد لازم تثبت بيه صح؟ هنا بثبت الاكثر لوجر الزيلود. تغيرين بقى الزيلود. الزيلود مش متطبق على الكذبه. يعني انت بتختار ثبات الزيلود وثبات الاكثر لوجر. تمام؟ بتقول تعيد التجربه ايه مش اللمف ده مش شايف ده مش اللمف يا جماعه الكلب اللي تحت المحور الافقي مش اللمف المحور الافقي افضل دور خلاص الزيلود لا يمثل على الكلب اللي تحت الكلب اللي تحت هو علاقه ما بين افضل دور بس لو العلاقه ما بينهم هما الاثنين العلاقه عكسيه وكده غيرت الزيلود هتلاقي ان كل ما الفيلود يزيد تقدر تحقق فيلوسيتي اعلى لنفس الابطال فتلاقي الكيرف شفت افضل ماشي تمام المفروض ان انا ما فاجئتكش كنت مستني برضه انك تلاقي ان الفيلود بيزود الفيلوسيتي والبوست المصطلح بيزود الفيلوسيتي والابطال هو الوحيد اللي بيقلل عايز اصلا الساعه 11 ونص الى 5 انا بقى اتصل بيك اه انا بقى اتصل بيك اه احنا هنرجع اتصل يا بيك اه تمام 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 تمام
يبقى انا يا صمل هبدا الاول اجمع الدم في الاسفل، بتكلم على الشمال ونفس الكلام على اليمين، هيكون اكيد الدم اللي اتجمع هنا خطوته الجايه انه ينزل هنا. طيب هيخش يلاقي الصنم ده مقفول. ليه الصنم الصمام ده مقبول؟ قالك علشان الضغط في الأورطة هنا بيبقى 80 والضغط في الفنتركل بيبقى 0 ولما يعلى يبقى 9، فلو حضرتك فتحت الصمام الدم هيرجع لك. ليه؟ لأن المفروض حضرتك بعد سنة من الفسيولوجي فهمت إن الحاجة بتتحرك وفقا للضغط مش وفقا لمزاجها ولا وفقا لمين فوق ومين تحت. يبقى لو انا فتحت الصنم ده هيقوم الدم اللي فوق واقعي، يبقى انا اول حاجة هعملها اني اعدي الدم من هنا لهنا. طب ماشي، طب وبعدين يا عم الدم؟ تقول يصبح العبء دلوقتي اني انفع الضغط جوه يبقى اكثر من مرة. طب اعمل ايه؟ قالك هقوم اقفل الصنم ده وابدأ اعمل contraction isometric. وكل شوية جايز الفاضل يصير كده، بقى انا محتاج اروح اتكلم في الفاينانشال. معلش اللي بس بيستنى معايا في بقوله واللي انا بقوله اهم من اللي هيجي في الامتحان. ليه؟ انت مش عارف تكتب اللي هيجي في الامتحان لما تفهم ده. انا جمعت دم في جسمي ووقعت تحت صمام مقفول وانا عايز افتحه بس خايف افتحه. ليه؟ لو فتحته هيرجع الدم راجع لي، فعايز ارفع الضغط جوه الاول تقفل الصمام وبدأت تعمل ايزومتريك كونتراكشن. مش معنى ايزومتريك يعني يا صمد، قصدي الايزومتريك ده اللي بيرفع الضغط، فالضغط يبدا يعلى 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 لحد ما يبقى جوه قد بره او اعلى من بره او فتح الصمام وزق الدم. حلو، فيبدا الدم يقوم طالع من الاورطه. طب كده انا طلعت دم خلاص، هيبدا الضغط مع الوقت يقل 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 يقل. طب انا خايف احسن الدم يرجع لي تاني او ما اقفل الصمام. طب دلوقتي يا خلود انا جوه الضغط عالي، لو انا وقفت عند ال 80 دي وفتحت الصمام ده عشان اخد الدم من الاتريوم، الدم هيقوم ناطط لفوق لان فوق الضغط قليل، فلازم اقفل الصمام ده زي ما هو واقفل ده واعمل ايزومتريك ريلاكسيشن، يعني ارجع اقلل الضغط. اقلل الضغط ليه؟ عشان اما افتح الصمام يقوم الدم واقع من فوق لتحت. ركز وجمع كل العملية ان انا عندي مرحلة بعد الدم من الاتريوم لحد الفنتركل وبعدين ارفع الضغط في الفنتركل افتح الصمام الدم يقوم طالع. كويس، هيبدا الضغط يقل فاقوم اقفل الصمام ده عشان الدم ما يرجعش. تمام، وعشان ابدا اخد الدم اللي بره بس لسه الضغط جوه اعلى من الاتريوم هبدا اعمل ريلاكسيشن وبعدين اقوم فاتح الصمام اللي بيني وبين الاتريوم الدم ينزل. معلش لسه الموضوع مش متجمع قوي، انا عايز نجمعه حالا. بس العلماء قسموا الكاردياك سايكل الى 8 فيز. قبل ما ندخل كاردياك سايكل النورمال زمانها قد ايه؟ 8 من 10. تقول لي لو ضربات القلب طبيعية 75 في الدقيقة فالزمن بيبقى 8 من 10 سكن، السيستول بياخد 3 من 10 بس والدياستول ياخد 5 من 10، يعني الدياستول زمنه أطول. لو ضربات القلب يا يارا وصلت ل200 الكارديك سايكل زمنها هيبقى 3 من 10 سكن، زمان هيقل جدا، وساعتها يبقى 15% سيستول و15% دياستول. يعني سرعة ضربات القلب تأثر بالدياستول أكثر من السيستول. ليه؟ لأن السيستول كان 3 من 10 قلل 15%،
والدايستول كان 5/10 قال 15%. ايه الفيزز بتاعتي بتاعت الكاردي سايكل؟ انا هبدا الاول هبدا الاول بحاجه اسمها اتريال تول. وبعدين ايزو فوليومتريك كونتراكشن. وبعدين ماكسيمم ايجكشن. وبعدين ريديوسد ايجكشن. وبعدين بلوتو دايستول. ثم الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن. بعدين لارج فيلنج والريديوسد ايجكشن. انا المفروض اني براجع، المفروض ان الناس اللي قاعده كلها عارفه الكلام ده، فجاي بفكر بس معلش يعني بناخد وقت شويه عشان متصادمين لمين. الكيس بتاعت الكارديك سايكل كام واحده؟ كم واحده؟ اول واحده اسمها الالتيريال فشل والاتريال فشل. وبعدين الفالز سواء الاي في فالز او السيمي ليونال فالز وبناء عليه هذا العلاج. اذكر الاف اتش الاخيره دي اربعه كده شكل الملف كان صح في البداية. بتعلق على كم ايتم في الكارديا كل ستيج؟ 8 10 اول حاجة بي سي جي. اول حاجة بي سي جي. حاجة ديوريشن. حاجة ديفينت. اول حاجة رينتريكولار بريدج. اول حاجة رينتريكولار بريدج. كم ده؟ ارتيريال بريدج. ارتيريال أربعة من تريك. أربعة من تريك لفوج. خمسة من تريك لفوج. ستة أوكيريا بريش. سبعة إيريا. ثمانية إي بي فوج. تسعة تيميشون فوج. عشرة ألتا. كم يقتل كم تيج؟ ثمانية. لكن ثمانية. ثمانية تيج وعشرة أفضل. كم يقتل كم تيج؟ ثمانية. تعال على كم حاجة؟ عشرة. تيج واحد. Isoprevision injection, maximum injection, reduced injection, broad.
فيبقى يقابل عندك في تي سي جي الاكسريال دي بولاريزيشن، يبقى هنا في وي. طب الايزو فوليومتريك كونتراكشن هو بدايه الكونتراكشن بتاع الفنتريكل، يبقى يقابله وعديها الريديوس ايجكشن تقابل دي. ما تفكرش في دي قوي، معلش تعالى اعديها تقول تقابل في في ايزو فوليومتريك كونتراكشن كيو ار اس ريديوس ايجكشن تي، والباقي ما لهمش يعني دول اللي عليك. البيت الفيز بلاقيه كيو كامل. بس هو سؤال كل ويف مقابل انهي ستيج، فتقول لي والله انت بتقول بي ايزو فوليومتريك كونتراكشن ده بدايه الكونتراكشن كيو ار اس التي عند الريديوس ديشن. الديوريشن انا محفظه ممكن اقعد اقلل معاك فيها بس وقتها بقى دلوقتي. انا عايزك تفكر معايا في الايفنت وده اللي يهمني، والايفنت انا مش هبدا اكتب فيها حاجه. تركز كده معايا، عينك على الرسمه هناك وعلى الايفنت دي. اول حاجه اتريال سيستولي، يعني ايه يا دعاء؟ يعني انا هبدا انقبض من الاتريوم. علشان ايه؟ تقول لي علشان تنزل الدم اللي في الاتريوم جوه. خد بالك انت اصلا بتبقى وقعت دم. يا الاء ارجوكي واتمنى ان ما يكونش في حد انا بفاجئه لما اقول له ان هو ده السيستول وده كله دايستول. يعني انا هنا مش بادئ ادخل الدم في البذر، ده في دم اصفر في 70% بيخش في المرحلتين دول، والاتريال سيستولي ايوب بيزق لك اخر 30%. طب انتوا ليه بدأتوا من نهاية الدايستول؟ انت ممكن تبدأ من اي ستيج على فكرة، ده المزاج تمام؟ طيب من مكان ما تبدأ هتنتهي، ولكن احنا بنبدأ مع الاتريال سيستول علشان الاي سي جي بيبدأ بالبي ويف تمام؟ حلو. ففي الاتريال سيستول حصل ايه يا نمياء؟ الاتريال منقبض عشان يدق 30% دم، متشكرين قوي. وبعدين الدم دخل هنا والصمام ده اصلا مقفول وخلاص انا عبيت الدم، اعمل ايه؟ تقول ايه؟ هتقفل الصمام ده علشان تبدا ترفع الضغط. ارفع الضغط ازاي يا دكتور؟ ايزوفوليومتريك كونتراكشن. يبقى الستيج الثاني اللي هي ايزوفوليومتريك كونتراكشن عباره عن ايزوفوليومتريك، ايزو يعني وبدل المتريك فوليومتريك، اصل متريك يعني لينز، بس انا بتكلم على اوضه في اسمها ايزو فوليومتريك، يعني الحجم كله ثابت. ده الفنتر ده الصمام ما بتاع الاوضه مقفول اصلا، وده الصمام اللي فوق قفل، اصبحت الاوضه مقفوله، بدات تعمل كونتراكشن. الحجم اتغير، امال ايه اللي اتغير؟ التنشن او الضغط. فالضغط جوه يعلى 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 لحد ما يوصل يا عم الدم ال 80. هنوصل لحد كام؟ 80. اول ما يوصل لل 80 الضغط بره في الاوضه 80 او فتح الصمام ويبدا الدم يطلع، بس انا مستمر في الكونتراكشن، فيبدا الضغط يعلى يعدي ال 80 ويوصل لكام؟ ل 120، ويطلع الدم بقوه من الفنتركل الشمال الى الاوضه. علشان كده بعد الايزو فوليومتريك كونتراكشن بيجي ستيج اسمها ايه يا خلود؟ ماكسيموم ايجيبشن. اسمها ايه؟ ماكسيموم ايجيبشن. لان انا بدات السترول الاسلام القوي قفلت الصمام وعملت كونتراكشن والصمامات مقفوله، فرفعت الضغط اتفتح الاوست بفرض فزعت الدم مره بقوه في ستيج اسمها ماكسيموم ايجيبشن. وبعدين يبطل الفنتريك الانقباض القوي بتاعه، هيبدا الريلاكسيشن، فيبدا الدم لسه بيطلع ولكنه بيطلع بقوه اقل، فيحصل ريديوسد ايجكشن. وبعد الماكسيموم ايجكشن حصل ايه؟ تاني عملت عايزه فوليومتريك كونتراكشن، رفعت الضغط جامد، اول ما اتفتح الصمام وبعدين بدا الكونتراكشن يقل، فبدا الايجكشن هو كمان يقل. خلص الفنتريك الكونتراكشن بتاعه وما زال الصمام مفتوح، خلاص انت بطلت تزق الدم، فالدم كان هيرجع. ما هو الدوتش دايستول؟ هي اخر جزء في
السوق. الفنتركل بالفعل خلص الكونتاكشن. بطل يدوق الدم ورده. صمام مفتوح. فكاد الدم انه يرجع. وكلمة دي مهمة قوي اللي احنا تفين على الارتيلة بزشر والحتة اللي انت بتفهمهاش دايما. ولا حد فاهم. المهم كاد الدم انه يرجع بس ما رجعش. مفيش دم هيرجع. ليه؟ قالك عشان صمام هيقفل تاني. بس السول انقبضت والصمامات مقفوله فرفعت الضغط فتحت الاورط بوامب الدم طلع بقوه وبعدين اقل شويه ماكسيمم ايجكشن ثم ريديوس ايجكشن. في البلوتو دايستول هي المرحله ما قبل الدايستول لسه الصمام مفتوح فالدم كان هيرجع قمت قافل الصمام. بس الايزوفوليوميتريك ريلاكسيشن يا يارا انا رجعت تاني صماماتي كلها مقفله مقفوله. طب الضغط هنا كام؟ 80. الضغط هنا اقل من الاورطه 80 تمام بس اعلى من الاتريوم. لو فتحت الصمام الدم مش هيعرف يخش بالعكس هيطلع لفوق. اعمل ايه والصمامات بتاعتي مقفوله؟ ابدا اعمل ايه؟ الحجم ما اتغيرش بس التنشن قل. عملت ريلاكسيشن فقمت مقلل البريشر. فلما البريشر يقل ويبقى اقل من الاتريال بريشر يوم الصمام ده يفتح يحصل الدم اللي انت عبيته يقع لابد فيلينج وبعدين كان كتير فوقع جامد وبعدين يقع واحده واحده ريديوس ذا فيلينج. اوقع قد ايه؟ 70%. فاضل قد ايه؟ 30% عشان يقع وتعمل ايه؟ الله الله يا انا قلت شنو بتاع ايه؟ ما قلتش شنو بتاع الفكره. لا بغض النظر الله الله دي تعبير عن الدهشه ولا عن الفيلم ولا عن ايه بالظبط؟ بس الله الله انا اللي قلته كله انت محظوظ قوي. عملت ايه الكلام ده؟ لا لا بغض النظر عن انا هوقف بس المشكله يعني. حد فين؟ اه طبعا مين ما فهمش؟ هيخليك انت تكمل البيت لو انت عندك ضمير يعني تمام. هنا دي الام دي هي اهم حاجه. بعد كده تبعت شويه ارقام انما هو انت تفهم ان انا هبدا انا كنت اصلا في الدايستول. انا مش جاي لك من الدايستول كل ده دايستول يا عبد الرحمن. يعني فلتت الكمامه بالفعل ده وفاضل عندي كام؟ 30%. انت الاس منقبض عشان يزقهم بعد ما زقهم اتمليت دم الحمد لله عايزين نطلعه بقى من البنت. طلعوا كده تقول لي اه بس مش كده الضغط بقى عالي. اقول لك بقى يهمك ايه بس الصمام قفلنا الصمام الايزوبوليمتر اعمل كونتاكشن والصمامات مقفوله بريشر هيعلى قوي لغايه ما يبقى اعلى من الاورطه هتفتح الصمام الدم يطلع جامد ماكسيمم ايجكشن وبعدين يبدا يقل شويه ريديوس ذا ايجكشن كده الدم خلاص طلع انت لسه فاتح الصمام والبنتك خلص الكونتاكشن بتاعه كان الدم هيرجع بيطلع يستور قبل ما يرجع قمت انا قفلت الصمام تاني بسرعه تمام. انا قفلت الصمام الضغط عندي هنا اعلى من الاتريوم. طب انا عايز اعبي لازم اعمل ايزوفوليومتريك ريلاكسيشن. اول ما الضغط جوه يقل ويبقى اقل من الاتريوم اللي فوق افتح الصمام يقوم الدم اللي في الاتريوم يقع لك لابد وبعدين ريديوز الاثنين مع بعض يدوا لك 70. يدوا لك قد ايه؟ 70. اصحى 70%. فاضلك كام؟ 30. تاخدهم في انهي ستيج؟ دول الدستول هينقبض الاتريوم تاني. اصحى يا عبد الرحمن. على فكره دي ترجع في ال 100 تيرم. مين؟ 70 و80. كل الكلام كتير بس كلام سهل جدا لو انت عندك ضمير يعني. يبقى اللي بره مش البرود دايستوليك. اي شكل بس خط عيني. ايه؟ البرود دايستوليك شكلها مصنوع في خط العيني. مصنوع في خط العيني يعني؟ لا بره يعني بره مش مكتوب خالص. يا سلام. خلاص. اوعدك انا لسه قدامي هذاكر تاني الفتره الجايه.
خش عليهم العوام بتاعتهم اليوم دايما قاعدين فاتحين الكتاب وفاتحين اللابتوب. الكتاب القديم قاعد يقرا ويفكر نفسه تاني فاتح اللابتوب عشان يعرف ايه احسن حاجه تنزل. المهم وانت مش هين عليك المهم اما نيجي بقى نتكلم عن الانسيكلوزيشن، لو انت فهمت اللي انا قلته تقدر انت تحقق. لما الاسم الدكتور يحصل ده هيرفع الضغط شويه يوصلني الى 9 تقريبا من 100 امير 4 تمام. وبعدين يبدا الاندوبيومتريك كونتراكشن، انا بعلق على انه واحده الانسيكلوزيشن، يبدا البريشر يعلى لحد كام يا خلود في الايزوبوليومتريك؟ 80 يعلى لحد ما يوصل لكام؟ انت عايز توصلي للي زي الاواصي يبقى سعر الحاسب 80 تمام. في الماكسيمم ايجكشن انا لسه مكمل كونتراكشن فالبريشر عمال يعلى اكتر 120 80 الريديوس ايجكشن يقل 80 يبقى اقل من الارتيريا. مش لازم تقول 80 قوي يعني تمام. في الايزوبوليومتريك في البلوز دايستول طبعا هو ما زال بيقل. ايزوبوليومتريك ريلاكسيشن خلاص البلاستر يحصل له ايه؟ هيقل جدا، هيقل تاني يرجع الى زيرو، هيقل بقى للزيرو. هيرجع امتى تاني للاربعه وتسعه؟ لما يبدا يتمالي شويه، يبقى دول مع بعض يبداوا يرفعون تاني من الاربعه الى التسعه. مع الاسترياكسول اوصل تاني للتسعه وابدا اعيد تاني من بصوا ثانيه تمام؟ بس انت مش قلت لي هنا في الايزوبوليومتريك كونتراكشن بيبقى الصمام ده مش بيبقى ضغط الضغط بيعلى ل 120 لا يعلى ل 80 عشان تفتح الصمام بس اه تمام. وتكمل بعد كده كونتراكشن فتزق الدم بضغط وعمال يعلى كمان الى ال 120 ده بس الريكويل بتاع الاورطه هو اللي بيخليه ما يميل عليه الصفر. الريكويل بتاع الاورطه ما بيخليهوش بالظبط، ما بيخليهوش ابدا يوصل الصفر، هاكل الكلام ده احنا بنتكلم في انتفاع. كلمني عن البولت البولت يقول البولت بيجي قدين 30% عشان 70% تقين هيقولوا انت بالامس مش عارفه فيه 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 فلايت اوبريمنت كونتراكشن الفوليوم كونستنت. انت كده كده عارف الصماماتك فالفوليوم كونستنت. في الماكسيمم ايجكشن بيقل جدا، عمال تطلع الدم بقوه فالحجم الدم اللي جوه الفنتك العمال يقل. في الريديوس ايجكشن اللي برضه بس مش بنفس المقدار. في البلوز دايستول احنا كده كده مش هنعلق على حاجه ثانيه، انت لو خلاص بقى هتشيلها شيل بقى انت فاهم بس ايه بتكتب عليها كلمتين اتنين. في الايزوبوليومتريك سلكتيشن اسام ايزوبوليومتريك يبقى الفوليوم في اللابت فيلنج في الفيوز فيلنج الاثنين دول يزودوها قد ايه؟ حد فاهم؟ قلت لي يقول لي اسكت لهم دلوقتي AV بولز. ايه الاي في بولز؟ اللي المواد ما بين الاتريوم والفنتريك. اخبارهم ايه هنا؟ اخبارهم ايه؟ هنا مفتوح. مفتوحين وانت عمال تعدي الدم. اخبارهم ايه هنا؟ قفلوا. مش انت قفلتهم عشان تعمل اي هابوليومتريك؟ يفضلوا بقى مقفولين. يفتحوا في الريبتريك ويفتحوا هنا. فاهم حاجة يا راجل؟ الاقي معايا؟ دعاء انت ممكن توصلنا؟ لا ما فيش صبيان ولا ايوب كنت خليك حد خبط فوق يعني. هو انت شوانا تحت؟ قاعد بتكتب؟ طب بعمل لي كل شويه اشاره انك لسه عايش. دكتور ايه ال هو يعني اوبن يعني هو خلاص بقى هيفتح
هنا بعد زي ده بالفرق عشان يبقى تاني فلازم تفتح الصمام بين الاسم والبنت. دكتور كلميني عن السيميليون اقوال. هنا اقوال ايه؟ كلوز. وهنا اكيد مقفول. عايزه فوليوميتريك يبقى انت قافل كل الصمامات تفتح بعدها تمام. يبقى تبدا تفتح هنا عشان تعمل الاجيكشن. اور هنا كلوز. هول ساوند قفلت الصمام تعمل لك صوره. شوف الصمام قفل امتى؟ ده كان مفتوح وقفل امتى؟ يبقى ده يعمل لك اول صوت اس 1 اللي انت بتحط عليه في العمل. يبقى اس 1 سببه كلوزر الام اس 3 بالذكرى الباص تمام؟ طب والتاني قفل فين؟ في الايزوبوليمتريك ريلاكسيشن اس 2 يبقى سبب الاس 2 كلوزر اوف سيمي نيورال بوكس. نعم يا احمد سلام. ايه الثاني على الحاجه؟ لا الاثنين مع بعض ولا الهيدي هو لا خلاص هو الصمامين دي مع بعض؟ لا الاثنين مكتوبين في نفس لا بس حدث القفل هو اللي بيعمل صوت تمام يا جماعه. ان الصمام مقفول ده ما يعمل لك يعمل لك صوت ليه اصلا؟ انا عارف ان احمد هو الوحيد اللي من جنوب الهند ان هو مفيش حد متخيل ان الصمام حتى مقفول وعمال كده بس ده يعمل لك صوت بقى ايه ودوشه يعني طبعا لا يعني هو لحظه القفل هي اللي بتعمل لك صوت بس انت مش عارفين يعني صح انا بعرفه حد عنده مشاكل في الكارديك سايكل؟ اعتقد ان الكارديك سايكل كلام لحظه يا دكتور لحظه في حمد في حمد المفروض تقول الادب ايوه دكتور الام بتاعت ايوه ايوه انت فول وانت تلاقي اطفال صعب تسمعها صعب تسال عليها وقت سببهم دخول الدم بقوه جوه الفنتر. فنترك اللي ما بيستوعبش الدم كويس فدخول الدم بقوه هو اللي يعمل لك صوت. امتى الدم داخل قوه؟ هنا وهنا تمام. طب انا ليه بدات باللي هناك؟ عشان انت لما تمشي اس 1 اس 2 يبقى ده اس 3 وده بقى ايه بقى؟ حتى بيتكلم عن ان هو لما تمشي اربع بيت لو جاب بيت موتور بوت بيقول لك حاجه شويه ولا حاجه خلاص ايه بقى فاتك تقوله يا يا سلام سريعه كده بتروح تزعق لا يقعد من النص دي يقعد يقول لك كلمه كاردي 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 افرغ يا عمر كاندي كاش بتلعب كاندي كاش حتى انت بتلعب كاندي كاش ده انت بتاعك وما قلتش لو قلت لي بريشر ولا انت بريشر بس هقول لهم الالتيريا بريشر لو سمحت الكلب بتاعه اللي انت بتكرهه هو اللي هيفهموك الكلبات دي مهمه هي اللي انت لو افتكرتها هتشرح لوحدك اصلا كلب الالتيريا بريشر عامل ازاي يا صمد عامل كده ايه ده؟ ده الالتيريال بريشر ثرو اوت ذا كارديو سايكل. لو طول الوقت سامع عنده ضمير هيلاحظ ان البريشر بيعلى في مرحله واحده صغيره جدا يعني. الماكسيموم ايجكشن. اه. اوكي بيقل بيت. وعندنا مش عندي جالس كان عندنا والله بس
جمعنا تنين عشان من ده يقولوا على كلمة صاعد انا ضابط وكلمة حاضر كتا. فقال لك يبقى اللمب اللي طالع لفوق ده انا كلوتك لمب. طب واللمب اللي نازل تنين كتا كلوتك لمب. فدوم حضرتك تقول ايه؟ قول بس طب من الاخر يعني الدم ضغط الدم بيعلى في مرحله واحده ما بين الاناكلوتيك سوري في الماكسيمم ريجكشن فيه هو ده الحته بتاعه الاناكلوتيك من 80 الى 120 دي كام نقطه ودي 80 ودي ال 120 وبعد كده على مدار الكارديو فايبر هو عمال يقل يقل لحد في الاخر خالص يوصل ل 80 مره بيعلى كلها في حته واحده ماكسيمم ريجكشن يفضل يقل بقى بلحظه زي ما الدكتور قال لنا عشان القلب. حلو. كلام سهل مش كده. بس ايه بتاعه؟ هي بقى الساعه دي اللي بتعطل الدنيا كلها. الساعه دي اسمها دايكلوتيك نوتش. ودي برضه دايكلوتيك ويف. ده بتوع ايه دول؟ دول في الكاتاكلوتيك لين. بتوع ايه؟ احنا وصلنا في الماكسيموم ريجكشن ال 120 في الريديوز ريجكشن بدأنا ننزل شوية بس في لحظة يا هاجل قال لنا قوي وده من المرضيس يعني حد فاكر حاجة اسمها بلوتو دايستول حد فاكر لما قلنا الدم كاد ان ينزل اصل لما البنت اللي تخلص الكونتراكشن بتاعه استنى اخد فكرك بس بحاجة هو ده الكيرف بتاعي او يا البشر تمام اللي هو عنده اصلا ضغط مين؟ الدم على الجدار صح فلما الدم كاد انه يرجع الضغط قل شويه فعمل لك النوتش يبقى ايه سبب ده؟ الدايكلوتيك نوتش تقول لي كلوجر وفضلت كتير الدم كان ناوي يرجع كويس طب ليه بقى في ويل؟ يعني ليه ما ردش تاني؟ قال لك هو لما كان هيرجع والصمام قفل او خلص الصمام وربنا فاسمها باكورد باونسنج يعني ايه باكورد باونسنج؟ بص تخيل يا باشا ايه؟ انا ضاغط اهو تمام؟ ده الضغط العادي لما جت نوتش اللي هي في البلوس دايستول كان عندي تندنسي تو ريجريتين والضغط قل شويه لما خبطت في الصمام ورديت رديت بقوه اعلى نسبيا فقامت عامله لك الدايكوتي كويس يبقى النوتش سبب تندنسي اوف ذا بلاد تو ريجريتيت والويف سببها اسمها كده باكورد باونسنج فروم ذا سيمي يونال فولف يعني خبط السيمي يونال فولف تمام تمام فاقول لو قلت لك نقص انه سبب كلوجر في ادريا طبيعي ارتيريا طبيعي لا لان انت هنا قبل القفله قبل احنا دي لحظة القبلة اللحظة دي انت هنا قبلها وهنا بعدها سهلة القاضي الطيب انا كيوتك في الاسم بلشة احنا كده كده صحنا اصلا في العمل ايه؟ العمل انا حاشا لما الثلاثة ويف ثلاثة موظف A, C, V واثنين نيجاتيف X و Y الضغط بيعلى في الA السيستول في C علشان الايزوفوليومتري كونتراكشن بترفع الكاظم لفوق وفي الV علشان الفينا سيتر ويقل في الX والY الX علشان البابز تنزل لتحت وفي الY علشان الرابيد فيلم الكلام ده كده الكلام عايز بكلمك على الكالجي بس خد خلاص شوية بقى يا دكتور طب اللوب يا دكتور I'm not sure.
يلا محمد كده دكتور ملاحظ حاجه بصراحه ان انت في عادتك كبيره في الشغل لا يا راجل والله ما راحش كده انت عامل ايه لا انت كنت بتذاكر العامل ده بعد ما كنت على السيج عليها ده الوقت المصلحي عشان كان تقديم حته غلط في الفعالات طبيعي هو كان في عنده وقت فوقت انا شخص نظري خلاص غير بقى وعشان نظري فانت في مظلل وقت اوعى مش عايز اقول لك بقى هما العيال كانوا كتير وانا بقى اتعلقت والعيال اللي اشتغلت مباريات ثانيه بقى بتحكي اوعى 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 مش عايز اقول لك كنت عامل انا كان بتاع انا بتاع جد ايه والبرامج طبعا ايوه يعني عندهم طبعا ما يعني ده الوصفة ما بين كارديك سايكل وكارديك قبل ما اخش على الكارديك اوت بوت والاساس اللي هيقوم عليه الكارديك اوت بوت كله هو ان حضرتك تفهم كلب ممكن يبقى سؤال الامتحان الفوليوم فيشال قبل ما اقول لك الفوليوم فيشال خليني انا كده هو مش هقول لك تاني لا ما حدش قال لك قوم يا توفيق انا عشان كده لفيت لا اتخانق معايا ولا ايه ونضارتي ايه ده؟ ايه يا عم؟ ايه ده يا دوب؟ يا نمشي 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 اللي تحت ده مين؟ بس واللي فوق ده مين؟ اكتب طيب ولو فرضنا ان ده اكسلوت تقولوا لي هنعمل كونتراكشن من عند اي ريلود هنطلع كده لحد الاوفر لود وبعدين نبدا نعمل الكونتراكشن ونعمل سورس من لحد هنا خلاص صح حد عنده مشاكل في الكلام الكلام ده ينطبق على العضله العاديه هو القلب عباره عن عضله يعني شويه ده ينطبق على المصل فايبر والقلب هو ما هو الا مجموعه من المصل ده نفس الكلام ينطبق على القلب بس يا الاء هناك كنت بتكلم عن القلب هنا ما ينفعش اتكلم عن الليفل هضطر بعد اذنكم اتكلم عن الحجم فهقول ان ده الفوليوم وهناك كنت بتكلم يا الاء عن التنشن التنشن هحوله هنا الى بريشر فيصبح اللي قدام حضرتك ده فوليوم بريشر كيرف وظهرت ازاي يا عم؟ اقول لك هو نفس الكلام اللي انت عايز تستنشن هو ارتخاء بس يعني ريلاكسيشن صح؟ بالنسبة للهالت يعني ضايف ترك هو الكلب دوت كان اسمه ايه شوية لينز تنشن البازل صح بدل لينز فوليوم بدل تنشن بريشر وبدل بازل دايستوليك يبقى اسمها دايستوليك فوليوم بريشر ريليشن شيب هو نفس الكلب ما قلتش اي حاجة كل اللي انا عملته ان انا بدل ما اتكلم على الفايبر بتكلم على القلب كله فبدل اللينس بقت فوليوم بدل التنشن بقت بريشر وبدل الباسف بقت دايستوليك يا عم عبد الرحمن تقدر تتوقع اللي فوق ده اسمه ايه؟ سيستوليك فوليوم بريشر طيب هعدي لك اللي انت بتقول ماشي هعتبر ان انا فاهمك يا دكتور لما القلب يملى لحد هنا مش ده طوله؟ ده الريلود يفضل يكونتراكت لحد الابطر لود هو مين الافضل بالنسبه للقلب تقول لي الضغط اللي فوق الصمام شعاع ينقبض 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 عشان يوصل للبشره اللي في الاوربع انا فاتح الصمام يعني هو من الاخر مين الافضل بتاعه الاوربع صح قعد ينقبض ايزو فوليومتريك بدل ايزومتريك ينقبض 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 رفع الضغط لحد ما بقى الضغط جوه قد الضغط في الاوربع انا عامل ايه فتح الصمام فبدا يعمل شورتنينج بدا يعمل ايه شورتنينج فلو انا جيت اطبق معاك يا عم سام الكارديو سايكل على الكيرف ده تقول لي يا دكتور انا هبدا من هنا
ده كان طول القلب في اخر الكونتراكشن اللي فات، وقعدنا نملى 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 نملى. فيبقى الفيلز من واحد لاثنين دي اسمها فيلنج. اسمها ايه؟ حط بقى فيها اخرون الاسريال سيستول واللابت فيلنج والديوزف اللابت فيلنج والديوزف فيلنج والاسريال سيستول. المهم ان انا مليت اهو. بعد ما مليت عملت ايه يا صمد؟ تقولي انت عملت ايزوبوليومتريك كونتراكشن. تمام؟ فقمت قصرت، بس بدأ كلمة قصرت، انا كان قصدي اطلع الدم، فهسميها ايجكشن. لغاية ما جبت اخر الدم اللي انت عايز تطلعه، قمت راجع تاني عامل وبعدين عملنا ايزو فوليومتر كونتراكشن لحد ما التنشن او البريشر جوه اصبح قد الاواطيك بريشر، فتحنا الصمام وقمنا عاملين ايجكشن. رجعنا تاني للحجم الاخير في السيستول وبدانا ننزل، عملنا ايزو فوليومتر كونتراكشن. لو الناس عندها ضمير الاواطيك فولف بيدخل عند انهي بوينت؟ ايه؟ اواطيك فولف يقفل عند انهي بوينت؟ انا بوينت من الاربعة اربعة بوينت رقم اربعة بعد ما الانشكشن خلص. فايتال فولف يفتح عند مين؟ يفتح عند واحد. يفتح عند واحد. عارف ازاي المايتال فولف يفتح عند واحد؟ اصل المايتال فولف بيفتح بعد ما الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن يخلص، بيفتح عشان يعبي الدم، صح؟ كويس. اس واحد عند اخر بوينت، اس واحد اثنين، اس واحد عبارة عن ايه؟ قفل المايتر بولف، صح؟ المايتر بولف بيقفل بعد ما نخلص. حد فاهم الفوليوم بيشتغل كده؟ حد عنده مشاكل؟ طب انا عايز اسالكم سؤال، البوينت دي حد عنده مانع اني اسميها اند دايستوليك فوليوم؟ اسميها ايه؟ اسميها ايه؟ اكتبها معلش. اند فوليوم اند دايستوليك فوليوم. يعني ايه اند دايستوليك فوليوم؟ دي حجم القلب اخر معبى الدم. فوليوم مفضل الايتش فيرتيكال از اند دايستوليك. معلش، يعني ايه اند دايستوليك فوليوم؟ فوليوم مفضل الايتش فيرتيكال از اند اوف دايستوليك. ودي تقريبا بتبقى 130 ملي. كويس. طب انا انقبضت وعملت الايجكشن يا دعاء، تخيل ان هيفضل دم جوه. فضل دم جوه. حد عنده مانع اسميه اند سيستوليك فوليوم؟ يعني حجم الدم اللي هيتفضل بعد السيستول. ولو انا قلت لك يا محمد ان دول 60 ملي، يبقى القلب طلع قد ايه؟ 40. ركز بس عشان انا داخل الكادر الاول بتاعه. القلب مرة عبى قد ايه؟ 130. انقبض اتفضل قد ايه جوه؟ 60. يبقى هو طلع قد ايه؟ 70. عرفت منين؟ واللي طلعت اللي كان موجود من اللي اتفضل، صح؟ كان عندي 130 واتفضل 60، يبقى طلع 70. يعني من الاخر يا دكتور، المسافه دي هي الدم اللي بيطلع، اللي هو مين؟ سوليك فوليوم. لو انت لسه ما وصلتش للي انا بقوله، ارجوك وقف، والا هتغرق في قلب الاوضه. مش هشوفك. دكتور انا واقف اهو. دكتور اتفضل. ليه؟ انت كل مره بتبقى 70 ملي، تمام؟ البي 60 كانوا موجودين، هحط فيهم 70، تمام؟ ال 70 دول 70% منهم بيقول لك في الرابت والريتيوز ديفيلت، 30% منهم بيقول لك خلال
130 دولار. 130 حجم الدم الثمانية اهو. الدم اللي جوه دي 130. بعد ما انقبضته وطلعت شوية هيتفضل شوية. اللي هم مين؟ ال 60 اللي هم اسمهم انتسايد. تمام؟ لا. لا طالما طالما ايه؟ هتلاقي ايه؟ خجلانة تقول مكسوفة. طيب بص يا حلول، طب ايه بالظبط اللي في الفنزوس ولا كله؟ كله كله؟ يا الله. طب من اول هنا ولا من اول الكارديو سايكل؟ ولا من اول الكارديو؟ ولا ارجع فين تاني؟ ده اول حاجة تاني تاني وبسرعة تاني وبسرعة. احنا بنطبع الكل بتاع اللينف تنشن ريليشن شيب على القلب، لان القلب مش فايبر واحده، فانا ما بتعاملش مع كلمه لينف ولا كلمه تنشن، انا بتعامل مع كلمه فوليوم يا خلود، كلمه فوليوم وكلمه تنشن، فيصبح عندي كلب باسيف اللي هو السايكوليك وكلب اكتيف اللي هو التستوستيرون. والبدايه ان انا بدات بحجم ما معرفش هو ايه لاخر الكونتراكشن اللي فات، تمام؟ فبدات املى دم خلاص، ده الفوليوم، فوليوم عمال يدي، تمام؟ وصلت الى الاند دايستوليك فوليوم. دلوقتي هبدا انقبض، بس انا لو انقبضت اتفقنا ان الصمام ما ينفعش يفتح على طول، لازم الاول اعمل ايزو فوليومتريك كونتراكشن. يبقى انا بعمل الحجم ثابت لكن البريشر عمال يدي، فيبقى دي اسمها ايزو فوليومتريك كونتراكشن. اما وصلت للبريشر اللي قد الاورتك قمت عامل فتحت الصمام وبدات اعمل ايجكشن. وبعدين طلعت الدم اللي انا عايزه، بعد ما طلعت الدم اللي انا عايز اطلعه وصلت الى البوينت دي قمت اخد الصمامات بتاعتي، بس البريشر في الفنتريك العالي، فلازم اعمل ريلاكسيشن والحجم ثابت، الحجم اهو ثابت والبريشر هو اللي عمال يقل ويتنتهي الكاردياك فايل. يبقى فيلنج ايزوبيومتريك كونتراكشن ايجكشن ايزوبيومتريك ريلاكسيشن، ده اخر حجم انا مليته وده الحجم اللي بيتفضل. يبقى المسافه دي هي اللي انا طلعته للستور فوليوم. فالناس اللي عندها ضمير تلاحظ ان الستور فوليوم هو الشورتنج، هو ايه؟ الشورتنج. اه طيب المفروض ان في ناس فاهمت حاجه بس مش كده. ايوه فاهم، بس انا عملت غلطه. احنا غلطه انا عملتها. هو انا راجل خطير؟ ايه؟ اه بيطلع فعلا في الايجيبشن انتشر ما كانش ثابت. انت قلت ان البريشر من 80 هيعلى لل 120 ويقل، صح؟ اذا كان لازم اعمل الكذب بتاع الفيلنج كده، مش مشكله يعني. طيب اقول لك عشان خاطر تبقى انت فاهم. نعم. ليه؟ بص يعني هو الدكتور هاني انا كنت قاعد في المحاضره بتاعته وهو بيقول ده الحته اللي فيها بنت علق عليها بس بسرعه هكذا يعني. طب ده مهم يعني؟ بص الكلام ده كله كلام بسيط جدا يعني، وقت تخيل الكلام ده كلام صعب، ده كلام هتشوف دلوقتي، خليك معايا. لو كنت تطلع كونفرنس بسيط ايه؟ تطلع كونفرنس بسيط بقول لهم كده وهم عاملين كده ويروح انت بقى اهل الخصوص. اثر من الاثر عليها مش فعلا موجود اليوم. انت كنت معانا؟ ايوه يا استاذ. ايوه طبعا. اضافوا في امتحانين في الكليات الادبيه الصريحه اسمها الفيلوسفي دي بي. الفيلوسفي دي بي ديت تناقش رساله ويوم ما وتبقى لابس العبود ده ويوم ما يقولوا لك تمام الرساله قبلت انت كده خلاص خدت الدكتوراه بتاعتي، تمام؟ احنا عندنا اسمها ام دي، حد يقول لي الام دي بتاعت ايه اصلا؟ مش عارف كده، تمام؟ تمام الدكتوراه بتاعتي. بعد ما تخلص الموضوع ده يا دوبك يأهلك انك تيجي تمتحن بقى، تمام؟ تمتحن ايه؟ شفوي الاول بالتحريض، نجحت تحريض تمتحن شفوي، نجحت شفوي تمتحن عملي. عملي. وتهني بقى وبتاع
النهاردة بتالي ولكن عامل انا تالي وامسك الكمبات وقوله وماسك وماسك محترفين وبيع طبعا يعني لا بريشة قضية كوضة عبارة عني الناس اللي عندها ضمير مش هتسمع حاجة جديدة ليه؟ انت طلعت شوية دم في الضلط الكاردياك اوتبوت هو شوية الدم اللي هيطلعه بس في دقيقة الكاردياك اوتبوت تعريفه ايه؟ خد بالك عشان ده مذبحة يعني المفروض ان الكلام ده سهل وبيزك قوي ومهم قوي فاللي مش عارف الكاردياك اوتبوت ما يقش من تحت ده الشفوي اصلا صوره هاني جميل لو دخلت له وقال لك يعني ايه الكاردياك اوتبوت وما عرفتش دخلت الصفر ده متطمن انت وتوصل ده انت بيقول لك كاردياك انت كنت هتجوع دي بس بس امكو يا هاني شوف كم وين بيسجل لك شوف كم وين بيسجل لك فضيحه لا والله انا بقولك اصل هاني من الناس اللي عايزه طلبه طلبه عايزه اسود بتعطس مش عايزه سمك البساريه الصغير اول قال لك اوت مود راجل لسه بيقول لك ازيك عامل ايه تقول له فوليوم مطلط ايجكتد باي ايتش فينتريكل بيرمن حجم الدم اللي هيطلع من كل فينتريكل في الدقيقه امال حجم الدم اللي بيطلع من كل فينتريكل في الضلط اسمه فوليوم طب انا اجيبه ازاي يا عم شوف اللي بيطلع في الضلط والظروف عامل الضربات صح قال لك اوت مود يساوي ايه تساوي الستروك فوليوم شو عايز الدم اللي هيتفضل في عدد الضرب ايه لانك الكونديشنز اللي بتزود واللي بتقلل وطبعا يعني ايه الحاجات اللي بتزود الكارديك اوتبوت حاجات كلها في حاله الايه اكسرسايز ايتينج ابينفرين ايموشنز حاجات اللي بتقلل ان واحد يبقى عنده فشل في عضله القلب او هو نايم يقوم يقف ستاندينج اون لاين ما علينا يعني انا عايز اكلمك عن الكنترول بقى معلش عشان ما تخش اكتر من كده في الكارديك واضح ان انا عشان اتحكم في في الكاردياك اوتبوت يا هتحكم في الهارت ريت يا هتحكم في السرفو وبديهي يعني يا بشاير ان انا الهارت ريت علاقته ايه بالكاردياك اوتبوت كل ما الهارت ريت يزيد كل ما الكاردياك اوتبوت يزيد ايه الكلام ده غلط لو سمحت لو انت ما عملتش الكيرف ده قبل كده اعمله ده الهارت ريت وده الكاردياك اوتبوت اعمل حته في النص ثابته نازل نازل الله ايه يا عم اللي انت عملته ده انا عايز اقول ان ما بين 50 الى 160 هارت ريت الكارديك اوتبوت بيبقى صفر طب اقل من 50 الكارديك اوتبوت هيقل طب اكتر من 160 هيقل برضه ليه يا عم الكارديك اوتبوت يساوي السلو فوليوم في الهارت ريت قال لك انت لو بتشتغل على الهارت ريت بس فانت كل ما تزود عدد الضربات القلب ما يلحقش يملى فالسلو فوليوم يقل فانت بتزود واحد لكن بتعمل ايه في التاني؟ بتقلل اهو هما الاثنين مع بعض فالهارت ريت بيزيد لكن السلو فوليوم عمال فحاصل ضربهم يفضل تاني طب لو زودت الهارت ريت اكتر السلو فوليوم يقل قوي ليه؟ القلب مش لاحق يملى خالص اما تعرفش ما لحقتش يملى حاجه طب خالك ايه يعني اكثر من 160 هارت ريت هيؤدي الى ديكريز في الكاردياك اوت ليه يا رب طيب طب الهارت ريت عمال يقل فالستوك فوليوم عمال يزيد فالكاردياك اوت بوتات طب اول ما الهارت ريت يقل عن 60 انتوا ملاحظين الستوك فوليوم عمال ايه؟ سيب برضه ليه مش قادر املى اكتر من كده يا عم انا اخوي املى لك الكميه دي فلما تقلل الهارت ريت الكارديك اوت يحصل فيه ايه هي اللي برضه ركز واسمع علاقه الهارت ريت بالكارديك اوت ايه تقول لي مش زي ما كنت متخيل ما بين 60 ل 150 الهارت ريت بيؤدي الى كارديك اوت بوت زي ما هو بشرط ثبات الصوت بولي لان انا لما انزل اجري الهارت ريت بيزيد والكاردياك اوت بوت بيزيد برضه ازاي يا عم انت لسه قايل لا انا المره دي بغير كمان السوبر
ركز واسمع. لو بتلعب على الهالت ريت لوحده من غير الستروك فوليوم، فتغيير الهالت ريت من 6 الى 150 يؤدي الى كونستانت كارديك اوت. هالت ريت اعلى من 160 يقلل الكارديك اوت. هالت ريت اقل من 60 يقلل الكارديك اوت. اعلى من 160 ايه؟ اعلى من 160 الكارديك اوت بيقل ليه؟ عشان القلب مش لاحق يعمل. اقل من 50 الكارديك اوت بيقل ليه؟ لان القلب خلاص مش هيقدر يعوض نقص الهالت ريت بانه يزود السوك فوليوم اكتر من كده. يبقى لو عايز تزود الكارديك اوت لازم تشتغل على الاثنين، وخصوصا هو عامل مهم جدا، بس لو عايز يعمل لك تأثير لازم تزود معاه ده. تعالى بقى ده هو الستوب فوليوم في الكيرف طلع ايه؟ شورتنينج. حد فاكر ايه الحاجات اللي بتزود الشورتنينج؟ زيلود بطل. طب ايه اللي بيقلل الشورتنينج؟ يعني اللي بيتاثر اللي بيأثر على الشورتنينج من الاخر كانوا هم الثلاث حاجات بتوعك. يوم مين يا باشا؟ يوم الفري لود والافتر لود والانطر كتير. قبل ما اشرح، قبل ما اكتب اي حاجه، الزيلود بيعمل ايه في الشولدرنج؟ يعني انتم مستنيين مني ان لما الزيلود يزيد يحصل ايه في الكارديك اوتبوت؟ في الستوك فوليوم وبالتبعيه في الكارديك اوتبوت. طب في الافضل لود لو زاد الافضل لود؟ طب والانسوليك لو بوظ طيب. بس السؤال هو مين الزيلود؟ مين ده؟ البدل. لينك تنشن ريليشن شيب. صح؟ صح؟ طب وموقف كده وموقف بس انا هقول لك وموقف بس وموقف بس اقول لك يا مفاق هو في ناس عارف بس معلش انت حاسس ان احنا هنجيب الزيت عزيز الطالب التوتش اللينك تنشن ريليشن شيب ده لما بتتكلم على الماسل فايبر احنا سيبنا الموضوع ده من شويه احنا دلوقتي دخلنا نتكلم على الهالت نفسه وبالتالي الكلب قدامك ده اسمه الفوليوم سبيشال ريليشن شيب وده ما اسموش بقى اسمه دايستوليك وده ما اسموش اكتف دايستوليك هو نفس الكلام بس احنا بنتكلم على الهالت ماشي مش انت يا دكتورة من شوية لما مليت قلت لي احنا ملينا لحد هنا وعملنا الكونستراكشن لحد هنا فعملنا شورتنج لحد هنا صح؟ فكان دوت اسمه الاند دايستوليك فوليوم تمام؟ املى اكتر شوية يعني املى لحد هنا معلش انا هخلي ده ازرق زي ما هو عشان بس ايه يبقى ده فيكت بلحظه املى اكتر شويه فتبص تلاقي نفسك هتطلع لنفس الافضل لود والشورتنج بيزيد يبقى الستوك فوليوم بيحصل له ايه؟ بيزيد طب املى دم اكتر شويه يعني ازود الانترستوك فوليوم ازاي؟ تقولي لي والله زود الفينوس ريتر او الهالت ريت لو زاد هيقلل لك الاند دايستوليك فوليوم طيب معلش ايه عشان تطلع في هو تطلع هو ادري او اشتغل على الكومبلاينس لا ما اسمه ده دي وقتها قوي معلش وين كم تطلع يعني ايه كومبلاينس يعني قدرة الفنتركل انه يستوعب لو الكومبلاينس قلت يبقى الفنتركل مش هيستوعب الدم يبقى مش هيملى قوي يبقى الستور فوليوم هيقل او ما عندكش القدره انك تزوده قوي انا بشرح ايه؟ كارديك اوت
ايه في الكاردياك اوتبوت الكنترول بتاعه اللي بعمله بان انا اشتغل على حاجه من اثنين يا اما السوك فوليوم بشتغل عليه بكام حاجه ثلاثه اول واحده زيرو ثاني واحده افضل وثالث واحده ثالث واحده البريلود يقابل عندي مين انت ما يصير فوليوم اللي بيتاثر بفاكتورز اللي هي ايه فينوس ريتيرن و هالتريت و الريسيبرال كومبلاينس. طب الافضل لود حد فاكر الافضل لود ده كان ايه؟ ده الاوت بريشر. معلش يا علاء انا هبدا من هنا واعمل شوتنج لحد هنا. لو واحد عنده الضغط الاوت بريشر بتاعه اعلى وبدا من نفس البري لود هتبصوا تلاقوا الشوتنج بتاعه اقل. يعني يا دكتور انت استنتجتي اوتوماتيك ان الناس اللي ضغطهم اعلى الكاردياك اوت بوت بتاعهم قليل. خد بالك انا بقول بسرعه دلوقتي لاني متخيل ان خلاص الكلام انا بعيد حاجات انت عارفها. لو الحاجات دي انت مش عارفها فمش عارفها. نفس الكلام لو عندك بوزيتيف في نظامي الموضوع المنظري بيشفت الكلف بتاع الكونتراكشن اب اند تو ذا ليفت فتلاقي نفسك هتطلع من نفس البوينت الى نفس الابطالود لكن تعمل كونتراكشن بصوره اللي هو الزيلوت تمام؟ اللي هو الافكت بتاع تغيير الاند دايستوليك فوليوم على كارديكا. معايا؟ لا تزود الكومبلاينس صعب، هو الواحد بيتولد بالاستيستي معينه والاستيستي دي تفضل موجوده معاه تقل بعد كده مع السن او لو في جوه بوكس. اللي عايز يصور البتاع ده يتصور. انا عادي بسرعه لان ما فكرتش ان انت بتكتب الكلام ده. استهلاكك للاكسجين القلب بيستهلك الاكسجين بسبب ايه؟ بسبب الكونتراكشن بتاعك. القلب بيستهلك 8 مللي اكسجين ده بس 2 مللي كده كده هاخده حتى من غير كونتراكشن و6 مللي عشان الكونتراكشن تفكير. ركز واسمع، القلب كل دقيقة عايز 8 مللي اكسجين، 2 مللي كده كده، يعني ايه كده كده؟ عشان الصوديوم بوتاسيوم بامب والحاجات دي، و6 مللي عشان يعمل الكونتراكشن الطبيعي بتاعه. طب لو جه يزود الكونتراكشن، يعني لو جه يزود الكاردياك اوتبوت هيحتاج اكسجين اكتر ولا لا؟ اه طبعا. يبقى ايه الحاجات اللي ممكن تخلي القلب يحتاج اكسجين اكتر؟ ايه الحاجات اللي تخلي القلب يضطر يحتاج اكسجين اعلى؟ اي حاجه هتخليه يشتغل اكتر. زي
هم دول هو دول شغله هو بيشتغل علشان الفاكتورز دي فاي فاكتور هيخليه كونتراكت اقوى هيؤدي الى او اكتر هيخليه يتصد ياخد اكسجين اعلى هنا بالكونتراكت اكتر هنا نتيجة لزيادة الجلينول هو بيضطر انه يعمل بيحقق كارديك اوت بوت اعلى وبالتالي بيعمل لك كونتراكشن اعلى وهنا برضه بالكونتراكت اقوى ليه؟ لان لو ما عملش كونتراكشن اقوى كارديك اوت بوت هيقل فهو عشان يمنع الديكريس في الكارديك اوت بوت بيضطر انه يكونتراكت بصوره اعلى نعم ايه؟ الاكسجين كونسامشن مرتبط بشغل القلب شغل القلب اللي هو الحاجتين اللي بيستهلكه عشان الستور بولي واللي بيستهلكه فيه الغلط ايه؟ تمام؟ وبالتالي هي نفس الاربع فاكتورز دول هم اللي بيأثروا على استهلاك الاكسجين بتاع القلب انا بكلمك علشان الكلام ده ليه شرح ومش شرح الدكتور هاني يعني عليه مش مهم يعني كلامه مش كده بس انا بقوله بصراحه النقطة الوحيدة اللي انا عايزة تثبت في دماغك الاربعة يخلوك تستهلك الاكسجين اكتر بس ده اقل واحد ده مين ده؟ مين اقل واحد يخليك تستهلك الاكسجين اكتر؟ مين اقل واحد؟ مش سامع طب لو انت جاي لك واحد عنده القلب وضربات قلبه ضعيف يعني الكارديك اوتبوت بتاعه قليل فانت عايز يزود الكارديك اوتبوت في نفس الوقت هو الدم اللي داخله قليل فلو زودت قلبه هيموت هيجيله جوه تشتغل على مين؟ تديله ادويه ما تخليهوش يزود دول وتديله حاجه تخليه يشتغل بده بس ايه؟ استهلاك القلب للاكسجين مرتبط بالفاكتورز اللي بتاثر في الكارديك اوتبوت اللي هم الهارت ريت والثلاثه بتوع الستوكهولم لكن الثلاثه دول منهم واحد اقلهم في احتياجه للاكسجين اللي هو الفيروس اهميه المعلومه دي ايه؟ ان لما يجي لي عيان عنده قصور في الشرايين التاجيه اشتغل انا على الفاكتور ده اخليه يظبط الكارديك اوتبوت بالفيروس واوقف الثلاثه التانيين عشان الثلاثه التانيين بيحتاجوا اكسجين تمام الشرح اللي في النص ما علينا منه اخر حاجه هقولها ايه بتخليه يشتغل ان هو يتنفس يعني ايه يعني مش لازم حاجه مش لازم ايه مالها لو انا قلت لك ضربات القلب الطبيعيه 700 القلب بيصدر تقريبا خلاص احنا ضلنا 5 دقايق خلاص كده احنا مش عند دلوقتي عشان ايه بالظبط القلب بيطلع 70 مللي وبيصدر 70 ضربه في الدقيقه يبقى هيطلع كام لتر دم تقريبا 5 لتر في الدقيقه القلب بيطلع 5 لتر دم فرق طيب خلاص تساوي 5 لتر في الدقيقة. طب انا يا رمياء عايز العب مع اصحابي كوره مثلا فهحتاج كارديك اوت بوت اعلى. هل اقدر ازود؟ انت عندك احتياط عندك ريزيرف. فما هو الكارديك ريزيرف؟ هو النسبة المئوية لمدى الزيادة في الكارديك اوت بوت اللي ممكن تحققها. system increase in cardiac output the heart can achieve النسبة المئوية ليه؟ الكارديك اوتبوت اللي انا ممكن احققه يعني يعني لو انا اقدر احقق يا بشايل 10 لتر يبقى انا اقدر ازود 100 على 100 يبقى انا 200% ال 100% كام؟ 5 لتر اقدر احقق 10 لتر يبقى الكارديك ريزيرف بتاعي 200% طب انا اقدر احقق 20 لتر يبقى الكارديك ريزيرف بتاعي
الكارديو الزاز بتاعي 400% كل 5 لتر 100% 400% انت بتقول نسبة يعني نسبة مئوية لمقدار الزيادة اللي انت ممكن تحققه انت البيت بتاعك 100% 5 لتر حققت كمان 5 يبقى كام 10 لتر يبقى 200% طب 20 لتر يبقى 400% طب 35 لتر يبقى 700% الأسل تقدر يحقق 700% يعني الجماعة الرياضيين يا أبو حميد يقدر يطلع في الدقيقة من 35 وساعات يوصل ل 40 لتر كارديك ريزلت احتياطي القلب احتياطي الكارديك اوتبوت بتاعه 7 أضعاف الطبيعي طب الناس اللي مش رياضيين يا خلود 400% يعني يقدر يطلع 4 أضعاف الطبيعي طب الناس الكبار في السن احيانا يبقوا 200% يا دوبك يطلع 10 لتر الناس اللي عندها فشل في عضلة القلب بيبقى زيرو يعني ايه زيرو؟ زيرو مش معناه انه ميت معناه انه ما يقدرش يزود اللي هو اللي عنده هو لو مشي مترين ينهك ما يقدرش يزود الكارديك اوتبوت خالص تمام؟ اقدرش احتياطي لو انت عندك ضمير الاحتياطي دوت بيتعمل ازاي؟ هو كارديك اوتبوت يساوي يبقى لو انت عندك احتياطي يبقى اكيد عندك القدره انك تزود مين تزود هو نقدر نزود الهارت ريت يا بشاير احنا نقدر نطلع من الهارت ريت بتاعنا الى 220 ناقص الايج تقريبا عندكم 20 سنة فانتوا تقدروا توصلوا الى 200 ضربة في الدقيقة انا عندي 30 سنة اقدر اوصل الى 190 ضربة في الدقيقة كل واحد يقدر يحقق ماكسيمم هارت ريت يوسيف 220 ناقص عمره علشان كده في الكبار في السن الكارديو ريزلت بتاعهم قليل انما الهارت ريت الماكسيمم بتاعه اصلا قليل يعني انت تقريبا يا يارا تقدري تحققي زيادة في الهارت ريت حوالي 200% في الافرج يعني بدل 75 تقدر تطلع لحد 150 اغلبية الناس تقدر تعمل تمام طب الفاكتور الثاني اللي انا اقدر اشتغل عليه هو الستروك فوليوم طب هل في فاكتور ثالث؟ طبعا الستروك فوليوم بتغيره ازاي؟ زيادة الفينوس السلام الزاوي دي الزي لوت وجسمك بيشغل السمباثات بتشتغل انوكوبيك والكلام ده تمام؟ واخر حاجة السايز بتاع ايه؟ السايز بتاع القلب السايز يعني انا اقدر ازود حجم القلب ويبقى اسمها هايبرتروفي ودوت فيه منه نوعين واحد اسمه اكسنتريك والثاني اسمه كونسنتريك جماعة الرياضيين اللي بيمارسوا الرياضات مش عنيفة ما بيلعبش في أثقال يعني ويجري الجري المتوسط الرياضات بتاخد وقت طويل ولكنها مدرج الفينوس الاسترن كل شوية بيزيد فيحصل هايبرتروفي اكسنتريك يحصل هايبرتروفي يعني اكسنتريك يعني بيزيد الحجم بتاع القلب نفسه يعني كامل دخيل وده بيخلي البريلود بتاعه اصلا اعلى من الطبيعي اللي هو قاعد كده في امان الله تلاقي البريلود بتاعه عالي جدا ليه؟ اصلا الانفرايسيريوليوم بتاعه عالي العضلات بتاعتك وهو قاعد في امان الله اطول من الطبيعي فطول الوقت الهارت ريت والكارديو اعلى والكارديو اوتبوت اعلى الناس اللي بتلعب رياضات بقى رفع الاثقال الناس اللي عندها ضغط الفوم برضه بيلعب رياضه فهو كل شويه عمال يقبض جامد عشان يفتح الصمام يعمل الافرود اعلى فيبدا الجدار يبقى اتخن
هو لو السبب رياضة كويس ليه؟ قوة تخن العضلات يخليها تبقى أقوى فتنضبط شوية فتعمل البوزيشن العالي وتفتح الصمام. بس المشكلة إن التخن ده هيقلل الكومبلاينس. هيقلل إيه؟ الكومبلاينس. فلما يجي بعد كده يحتاج يزود الكاردياك أوتبوت بإنه يزود البيلود جمع فين؟ كاردياك ريزيرف عبارة عن percent increase in cardiac output the health can achieve. معتمد عليه ثلاثة factors: الـ heart rate، الستروك فوليوم، والسايز الـ heart. heart rate أنا أقدر أوصل الـ heart rate يساوي 220 مرة في الإيج. الستروك فوليوم أقدر أغيره باستخدام الفاكتورز الثلاثة بتاعته. والسايز والـ heart والـ hypertrophy وعندي نوعين من الـ hypertrophy. eccentric وده الأفضل. وكونسنتريك ودوت زيادة في الثيكنس مفيدة لأنها بتخليني أحقق بريشر عالي بكونتراكشن أقل ولكن مع الوقت هتؤدي إلى ديكريز في الكومبلاينس. فاضل الكاردياك فانكشن كيرف وده أنا هقوله بكرة إن شاء الله في الحصول أنا هخش في الطلاب. ساعة دلوقتي 12 واحدة وستيل طيب واحدة ونص وخمسة إن شاء الله هنبدأ وهنحاول بقى نسترجع الكتاب بالنظام بسرعه. بس بدل الحته الاخيره اللي كنت عامل بتاعه اللي كنت بقول الحاجات دي. انا لو كنت بس بعض ما شكله ما يكونش.